مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لا انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني ومش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر مشاهدينا الأحباء في كل مكان برحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. النهاردة بنواصل موضوع الحلقات اللي ابتدأناها تحت عنوان من جبهة النصرة إلى المسيح في لقائنا مع أخونا المبارك الأخ حسان أبو حمزة هو عضو سابق في جبهة النصرة كلم في مواضيع كثيرة جدا لكن النهاردة بنتوقف عند نقطة مهمة جدا يتشوق إليها البعض رسائل كثيرة قد وصلت إلينا متشوقين أن يعرفوا كيف تقابل الأخ حسان مع المسيح وكيف تعامل معه المسيح وكيف يعني قاده المسيح من الظلم إلى النور من الإرهاب إلى أن يكون مبشر باسم المسيح وخادم يعلن عن محبة الرب للجميع. أحبائنا المشاهدين تعودنا أن احنا في بداية كل حلقة بنصلي عندنا أحداث كثيرة جدا العالم قد يكون ملتهب جدا العالم بيسير في اتجاه صعب أحداث صعبة في كل مكان شايفين الأمور في الموصل أو ما يسمى حرب تحرير الموصل شايفين الأمور في حلب ومعظم المدن في سوريا أيضا بنشكر الرب لأجل سلامة الوضع النهاردة في مصر بعد ما كان هناك تهديدات كثيرة جدا عن انفجار وعن ثورة وعن وعن لكن نشكر الرب إلى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها الأمور عدت بخير وسلام لكن بنصلي لأجل الأحداث في سيناء لأجل أيضا الأمور الاقتصادية الصعبة جدا والناس اللي بتجتاز في ظروف اقتصادية قاسية جدا وصعبة جدا في مصر في العراق وفي سوريا اللاجئين اللي موجودين في تركيا سواء كانوا عراقيين او سوريين او يمنيين صلي ايضا لاجل الاحداث في اليمن واللي بنشوفه في اليمن حرب مش عارفين نهايتها امتى ولا هدفها ايه ولا رايح لفين لكن اللي بنعرفه بناء على اجتهادنا ان هي حرب في الاول والاخير هي حرب اسلاميه صراع قائم من القديم ممتد الى اليوم ما بين السنة والشيعة لمن تكون الكلمة العليا أيضا بنصلي لأجل ليبيا بنصلي لأجل الأحداث اللي احنا شايفينها في أمريكا بعد انتخاب دونالد ترامب شايفين أحداث صعبة جدا لأول مرة قد يكون في التاريخ الأمريكي أنه يكون في اعتراضات بهذا الشكل وبهذه بهذا الحجم من خراب من قطع للطرق من تعدي على منشآت حاجات كتيرة جدا بنشوفها بتحدث في امريكا لاول مره وده سؤال عليه علامه استفهام كبيره قوي البلد الذي تنادي بالديمقراطيه البلد الذي جعلت من نفسها ان تكون حارس للديمقراطيه في بلاد كثيره جدا وتتدخل احيانا عسكريا لاجل الديمقراطيه في بلاد كثيره جدا جاء الوقت ان هذه البلد في ناس كثيره جدا ما اعرفش ازاي الديمقراطيه بترفض أن يكون في رئيس منتخب عبر صناديق وانتخابات حرة لأنه بس هم مش عايزينه. ده أمر غريب عليه علامة استفهام. عايزين نصلي هذه البلد اللي الرب سمح لكثيرين من العرب المؤمنين من العرب أن يكونوا متواجدين فيها. والرب أوصانا في كلماته في سفر أرمية أن نطلب سلامة المدينة اللي احنا موجودين فيها التي سبينا إليها أو احنا موجودين فيها لأن بسلامها يقول لنا أيضا سلام. نصلي لأجل موضوع الحلقة نصلي لأجل الأخ حسان أو حمزة نصلي لأجل الأخ ماهر اللي بيفتح بيته لنا دايما باستمرار لما يكون في إخوة بيشاركوا لنا من أوروبا خلونا نصلي لأجل كل خدام القناة المسؤولية الكبيرة الموضوع على عاتق القناة الاحتياجات ابتداء
او قرب ابتداء ايام الحصاد والتكلفه الماديه الكبيره اللي القناه بتحتاج اليها. نثق ان الرب هو القادر ان يسدد كل احتياج، مش بس بحسب احتياجنا لكن بحسب غناه في المجد. خلونا نصلي. يا الله بنيجي قدامك لان مكتوب عن جلالك انك سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر. فكل الخليقه يا رب قائمه وموجوده بكلمه قدرتك. انت تنزل الخليقه يا رب لا على اساس يا رب اختلافات دينيه او فكريه او قوميه او على اساس اختلاف اللون او اختلافات اجتماعيه، لكن يا رب جميع البشر، كل بني البشر هم يا رب انت تحبهم، لان كلمتك تخبرنا هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. مهما كان موقف البشر يا رب، مهما كان محاولة استقلال البعض عنك أو رفضهم ليك، لكن أنت في موقف محبتك ثابت، فمحبتك يا رب لا تتأثر بضعف أو فتر أو شعور سلبي يصدر من البشر تجاهك، لكن محبتك يا رب هي محبة أبدية، هي محبة ثابتة، هي محبة لا تتغير، يظل موقفك دائما يا رب محب للإنسان أيا كان ما يصدر من الإنسان من شر. يا رب إن كنت تحزن لأجل ما وصل إليه الإنسان، لكن في نفس الوقت أنت تحب الإنسان، ودلالة هذه المحبة الله بيّن محبته لنا، مش لما اتوضينا أو لما اتطهرنا أو لما قدسنا بطريقة معينة أو حاولنا نقدس نفوسنا بطريقة معينة، لكن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعض خطاة. أنت تحب الإنسان لأجل الإنسان يا رب، لأن الإنسان هو عمل يديك. عشان كده يا رب لا نستطيع أن نوصيك على الإنسان، لأنك أنت مهتم بالإنسان يا رب. نصلي يا رب أنه جميع بني البشر يتمتعون بمحبتك يا رب، يختبروا عظمة محبتك، يختبروا قد إيه يا رب أنت إله رحيم بالفعل، ورحمتك وغنى رحمتك ظهر بوضوح جدا يا رب، وكثرت محبتك أعلنت بوضوح جدا في شخص المسيح كلمة الله الأزلي ابن الله الوحيد الذي برهن عن هذه المحبة، والذي دلل بشكل حقيقي يا رب عندما قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه. لم تحبنا بالكلام، لم تحبنا بمجرد نصوص وكلمات كتبت أو نقلها إلينا حتى لو كانوا رجال قديسين أفاضل، لكن أحبتنا رب بموقف حقيقي ظهر وتجلى على الصليب. شكرا جدا يا رب. يا رب نصلي لأجل بلادنا، نصلي لأجل شعوبنا، وأنا أثق يا رب أن الحل الوحيد كما رأيته في نفسي، كما نراه في أخونا حسان، وكما نراه في إخوة كثيرين يا رب افتقدتهم من الظلمة إلى النور، قدتهم يا رب من الدمار والهلاك والضلال إلى نور المسيح. يا رب رأينا وشفنا واختبرنا تلامسنا مع هذا العمل العظيم الذي تعمله في القلوب، فهو أعظم معجزة يا سيدنا رب. ليس يا رب إن كنا يا رب اندهشنا ونرى عظم قدرتك في إقامة لعازر الذي كان يا رب 4 أيام في القبر، لكن يا رب أعظم معجزة هو تغيير الإنسان من الداخل، هو تحويل شخص من الظلمة إلى النور، هو قيادة شخص من الضلال إلى الحق. أعظم تغيير يا رب هو الانتصار على الخطية اللي بتصنعه في داخلنا. عشان كده يا رب صلاتنا إن كنا يا رب بنصلي لأجل الجياع والعطاش وال يا رب تيتموا واللي فقدوا أحباء وأعزاء على قلوبهم، إنك تعزي وإنك تلمس وإنك تسدد وإنك تشبع كما أشبعت الجموع في القديم، لكن يا رب الأهم والأهم والأهم إنك تخلص النفوس يا رب، إنك تقود النفوس إلى النجاة يا رب، إنك تقود النفوس إلى الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي لأجل بلادنا، كانت طلبتنا وشوق قلبنا يا رب إن نشوف بلادنا بتنعم بالسلام وتنعم بالحرية الحقيقية، تنعم بالاستقرار والهدوء والخير، لكن يا رب أيضا الأمور دي مش هتحصل ولا يمكن تكون موجودة على أرض الواقع إلا يا رب إنك تتعامل مع النفوس، كل فرد يا رب على حدة، كل شخص يا رب بطريقتك الخاصة معاه، يا رب
لك مليون طريق يا رب، بل بالعكس يا رب لا نستطيع أن نحدك برقم معين أو شكل معين، أنت تستطيع على كل حال أن تخلص بالكثير أو القليل، تستطيع أن تخلص لأنك تريد أن تخلص يا رب، لأنه مكتوب يا رب الله يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق قبله. اذكر سوريا يا رب، اذكر العراق، اذكر مصر بظروفها، اذكر هذه البلاد، اذكر الأسر اللي عايشة في تركيا يا رب بكثرة خبز صغيرة بقليل جدا من الإمكانيات المادية يا رب. اذكر اليمن، إخواتنا في اليمن يا رب، الظروف الصعبة جدا في اليمن. اذكر يا رب المهجرين من بلادهم، سواء اللي عايشين يا رب إخواتنا السوريين والعراقيين في مصر أو اليمنيين أو في أماكن أخرى يا رب. اذكر يا رب ليبيا والحال اللي شايفينه في ليبيا يا رب. اغمر منطقة الشرق الأوسط جميعا يا رب كلها بمحبتك يا رب. تعالى اتكلم بسلام على هذه البلاد يا رب، تعالى اتكلم بسلام على النفوس يا رب، تعالى يا رب وحرر النفوس يا رب، تعالى وخلي النفوس تتجاوب مع يا رب صوتك الحنين، صوتك المحب الذي يا رب متصور لنا في كلماتك. أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. تعالى يا رب وأعطي أن النفوس تتجاوب مع هذا الصوت المحب يا رب. الناس بتقبل اللي بيسدوا عليهم، الناس بتقبل يا رب أشخاص بشريين يا رب بيستعبدوهم، وأفكار يا رب بتستعبد الناس، بتخلي الناس تعمل أشكال معينة في أجسادها وفي حياتها. لكن يا رب الغريب والعجيب أن الناس مش قابلة تتجاوب مع محب، محب محب بي بي بينادي بالحب، يريد أن قلوبنا تتمتع بهذا الحب، يريد خلاصنا بجد بحقيقة رب. ناس بتلجأ لأشياء رب وهي عارفة أنه لها أثار صعب على صحتها أو حياتها يا رب. الناس بتلجأ إلى علاقات معينة وعارفة أن آخرها دمار، لكن يا رب الغريب أن الناس بترفض قلبك المحب، يدك الممدودة بالحب يا رب. ده يبرهن على أنه أدي يا رب الناس مخشى عليها، أدي يا رب الناس إبليس مسيطر على أفكارهم، أدي يا رب الناس يا رب مقفولة عنيهم، مقفولة يا رب قلوبهم، أنهم مش قادرين تجاوبوا على محبتك يا رب. يا رب صلي أنك تفتقد أهلنا يا رب، صلي أنك تفتقد الجميع لمحبتك. أذكر رب أخويا حسان، باركه، بارك حياته، وديله نعمة وبركة وقوة وكلمات عند افتتاح الفم، وصلي أنك تستثمر حياته وشبابه وخدمته وكل مجد اسمك يا رب. حافظ حياته مسيجا حوالين خطواته يا رب بنعمة تشمل وتغمر حياته بالكامل يا رب. اذكر اللي بيشاهدون، اذكر يا رب الأمور اللي بتحتاج القناة، اذكر يا رب إخواتي فريق العمل، تمجد بقوة رب. اذكر هذه البلاد، تعالى بهدوء يا رب اغمر هذه البلاد التي تأسست على مبادئ من الإنجيل، التي يا رب قامت على أشخاص كانوا بيصلوا أن هذه الأرض تكون أرض تبارك وأرض بركة، أرض الأخراج الكثيرين يحملون كلمة الرب وينتشرون في الأرض يا رب، رسالتهم هي رسالة المسيح يا رب. من فضلك إن كانت في وقت مؤقت يا رب هذه البلاد أعطت لك القفل الوجه، فمن فضلك يا رب رد هذه البلاد لاسمك ويعلن اسمك بقوة في هذه البلاد، احفظها من كل شر، مخططات يا رب العدو مستخدم أفكار بشرية، مستخدم دروع بشرية يا رب، مستخدم خطط بشرية معينة يا رب. من فضلك تعالى بسلام لهذه البلاد يا رب، تعالى بهدوء على الثائرين يا رب، تعالى بهدوء على الناس اللي طلعت في الشوارع يا رب، عندهم رفض، عندهم كراهية، عندهم أفكار معينة. مين يغمر الناس دي والشباب دي يا رب بحب غير شخصك أنت؟ أنت الوحيد القادر أن تتعامل مع النفوس يا رب. في اسم الرب يسوع نصلي أنك تضمن بركة على كل وقت الحلقة يا رب، في اسم الرب يسوع آمين. أحبانا أنا برحب بالأخ حسان وهيكون معنا بعد يعني لحظات قليلة، وأنا بشكره جدا وبشكر حرصه على أنه يستمر معنا في يقوم بوق فمه بوق للحق، يتكلم بالحق بكل جرأة، يشهد عن نعمة المسيح. أشكر رب جدا على التأثيرات الإيجابية والرسائل الإيجابية اللي بتجينا أو وصلت لينا من خلال الحلقتين السابقتين، وأجل دي ناس كتيرة جدا متشجعة بعمل المسيح في حياته والنعمة الظاهرة على كلماته، المقدمة الرائعة اللي قدمها في أول حلقة لمست قلوب كثيرة جدا جدا جدا.
قبل ما ارحب بضيفي الكريم واخي العزيز، عندي سؤال نفسي اجد له جواب من اخواتي المسلمين. اخواتي المسلمين، انا عارف ان في الاف بيشاهدونا دلوقتي، نفسي حد يجاوبني، من نفسي حد يتكلم معايا، نفسي حد يرد عليا، نفسي حد يقول لي انا عندي الجواب. ان كان القران يتكلم في سوره النساء ايه 34 بيقول كده: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموال. هذه نفسها الايه التي تذكر: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ان كان القران بيقول ما فيش قوامه للمراه على الرجل، بل القوامه للرجل على المراه، وكلمه قوامه معناها لا تسود، لا ترأس، يكون الرجل هو الكبير، يكون الرجل هو الحكم، يكون الرجل هو المؤدب او المؤدب لها. واحاديث محمد بيقول كده: لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، او قراءة اخرى للحديث: جعلوا السيادة في يد امرأة. اللي مش لاقي له اجابة ان كثير جدا من المسلمين في البلاد العربية وفي امريكا كانوا بكل طاقتهم وقوتهم بيأيدوا هيلاري كلينتون، مع ان امرأة متبرجة صوتها مسموع، مع ان المرأة صوتها عورة، مع ان في نظرهم هي ناقصة عقل ودين، مع ان في نظرهم هي تشبه الشيطان، تشبه الكلب الاسود والحمار، مع ان هذه البلد دستورها لا يتوافق على الاطلاق مع شريعة الاسلام. لكن حالة الغل والكراهية واللي بقراه على صفحات ناس كثيرة جدا مسلمين جواهم غل شديد ان هيلاري كلينتون لم تنجح في الانتخابات، وان كان في نوع من الحشد القوي جدا والتجيش الكبير قوي تجاه ان هيلاري كلينتون، وكأن هيلاري كلينتون هي خليفة المسلمين الجديدة، كأن هيلاري كلينتون هي المتحدثة باسم الاسلام. انا بس بتوقف قدام الازدواجية اللي موجودة في شخصية المسلم. كيف تنظر للمرأة أنها ناقصة عقل ودين، وكيف تنظر للمرأة أنها عورة، وكيف تنظر للمرأة أنها مثل الكلب الأسود والحمار، وكيف تنظر أن لا ولاية للمرأة على الرجل، وفي نفس الوقت تتجيش وتصوب كل آلاتك الإعلامية وتصوب كل إمكانياتك وطاقتك في محاولة إنجاح امرأة. هو ده ايه؟ هو ده مبدأ ميكافيلي الغاية تبرر وسيلة، ولا ده المبدأ الإسلامي الضرورات تبيح المحظورات؟ هو انت بتفكر ازاي؟ هو انت مصدق نفسك؟ يعني انت لما بتجيش نفسك وبتروح عايز هيلاري واحدة امرأة، مش ده مخالف لدينك؟ مش ده ضرب قوي جدا لفكر نبيك لما قال ان النساء ناقصات عقل ودين، وانت شايف واحدة زي ميركل ناجحة جدا في ألمانيا ايا كان الاختلافات السياسية او البعض يختلف معاه في نهجها السياسي، زي شايف ناس كتيرة جدا من النساء ناجحين متفوقين في اماكنهم في وظائفهم، في عندما يولى لهم امور معينة، ده مش متعارض مع سنة نبيه؟ هل مش بتبص ان نبيك اخطأ في حق المرأة، وانه الكلام اللي قاله ما تمش ومش صحيح؟ هل لما بتقف وانت بتزاحم، والنهارده مظاهرات فيها اجزاء كبيره جدا في داخل هذه المظاهرات وشوش اسلاميه وبنات متحجبه نازله تهتف ضد ترامب وتطالب ان هيلاري هي اللي تنجح، او اوباما الانتخابات تعاد وهيلاري هي اللي تنجح، الفكره دي مش انت بينك وبين نفسك شاعر انها ضد دينك، ضد عقيدتك، ضد إيمانك، ضد الثوابت اللي انت تربيت عليها؟ المرأة اللي طالعة في المظاهرات دي مش بينها وبين نفسها شايفة ان هي بتقول حاجة ضد اللي قاله حبيبها النبي؟ طب هو احنا بنتكلم في الدين بس لما تكون الامور متاحة لينا ونبدأ نبوق بكلام محمد، لكن لما الامور تبقى ضدنا نأجله على جنب ونبدأ نقبل افكار عالمية؟ أخي المسلم جاوبني، الإزدواجية اللي أنت عايش فيها دي مبنية على إيه؟ أخي المسلم اطلع فهمني، اطلع قولي كلامك غلط، اطلع قولي الحديث ده مش صحيح، اطلع قولي الحديث ده ضعيف الإسناد،
مش قول المتن، اطلع قول لي النص القراني اللي انت قريته ده مش موجود، انت بتخترع في القران، اطلع قول لي وجهه نظرك غلط، اطلع قول لي انت بناء على ايه كنت بتشجع هيلاري كلينتون، بناء على ايه كنت عايزها رئيسه، بناء على ايه وهي ضد مبدأك وثوابتك الدينيه. انا ده سؤال بصراحه كنت مزنوق فيه، وارجو واتمنى ان اجد مسلم عاقل، وانا مع احترامي لكل المسلمين ويمتلك العقل ويمتلك الفكر، وناس اخواتي واهلي وعلى راسي، مع احترامي لكل المسلمين نحبهم، كنت اختلف معهم وانقض العقيد ده من حقي، هذا امر بيني وبين الله، لكن انا احترم المسلم. لكن في نفس الوقت انا استغرب من ازدواجية المسلم في طريقة تفكيره. لو عندك جواب اتمنى اسمع منك، ربما تفيدني، ربما تعلمني، ربما الناس اللي بتسمعني آلاف وملايين المسيحيين يلاقوا منك جواب ربما يكون منطقي. أمين. أخ حسان أنا بعتذر أن أنا تأخرت عليك، برحب بك أخ حسان. أهلا وسهلا أخي أندرو، سلام المسيح لك ولكل الأخوة في كل مكان. أشكرك حبيبي. لو عندك قبل ما نبدأ أسئلتنا، لو عندك أي تعليق أي مقدمة اتفضل. حابب بس أعلق لي تعقيب بسيط على أحبائي المسلمين بموضوع التهديدات في الحلقات الماضية. فالجميع يعني من الجزائر، من المغرب، من تونس، أنا أستغرب هاي الناس اللي جالسين عند النساء والأطفال في بيوتهم ومن دول بعيدة يهدد بالوعيد ونذبح ونقتل ونقطع الرؤوس. فيعني أنا أوجه رسالة أنه يعني باختصار كفاكم كذب، أنا موجود في برلين ومعروف أنا مكاني، يعني ما راح تحتاج لأمنيات واستخبارات حتى أنت تجدني، موجود بالشوارع العربية والمقاهي وكل أصدقائي هنا مسلمين، وأدعو لفكر المسيح بشكل علني وغير مخبئ نفسي. فثانيا يعني أنا ما عندي أي تواصل أمني مع أي جهة كانت، أنا أول ما وصلت إلى برلين، طبعا هناك إشاعات كثيرة أنني مع المخابرات الألمانية وغير ذلك، فأنا أتكلم بكل صراحة وحقي أن أرد على الجميع لأنه هناك وقت جيد حتى أرد عليهم. بداية دخولي إلى برلين، طبعا من حق أي جهة أمنية كانت تتحقق من أي لاجئ دخل أراضيها. طبعا أنا كان من المستحيلات الحكومة الألمانية تستطيع أن تصل إلى 1% من تاريخي، لأنني عندما كنت في السجن 7 سنوات خرجت إلى محافظة غير محافظتي، وكان لي اسم حركي هو أبو حمزة وانتهى اسمي، لا ابدا مستحيل حدا يعرفه الا قيادات خاصه في المكتب الذاتيه في تنظيم القاعده، اما دون ذلك لا احد يعلم عني شيء ابدا، وكنت صاحب اللثام الاسود ومعروف في ادلب وجبل الزاويه. لكن انا من خلال دخولي الى الكنيسه تعرفت بشخصيتي، وكان هناك من الصدفه موجود احد الاخوه وهو ضابط في المخابرات الالمانيه، وطبعا هناك بدأ تحقيقات روتينية حول سن تاريخ حياتي، وبعد ذلك هم في مكان وأنا في مكان آخر، لا علاقة لي بأي جهة كانت، وأنا طبعا رافض التعامل مع أي جهة أمنية كانت، ولو أريد ذلك لفتحت خطوط كثيرة. لكن أنا اليوم أبحث عن علاقتي مع الرب يسوع المسيح، أبحث عن محبة وسلام وأمان. لذلك من يهدد ويتوعد ويعني يسرد من الكلام، لا تخيفني أبدا بإرهابك ولا بكلامك، أنا اليوم ابن الرب يسوع المسيح، عندما كنت في الظلام كنت من عشاق الموت ولا أخاف الموت أبدا، الموت كان يهرب مني كثير، الموت يميني وشمالي ومن فوقي ومن تحتي، ومع ذلك كان الرب يتعامل معي حتى يوصلني إلى بر الأمان. فما بالك اليوم أنا علاقتي مع الرب يسوع المسيح، لذلك أنا لا أخشى ومكاني معروف وأتحدى أي إنسان يريد الوصول إلي. لذلك أنا عندما تستطيع الوصول إلي أبشرك أنني لن أموت أبدا، لأنني سأذهب إلى السماء إلى الرب يسوع المسيح، وهذا أكبر هدية لي وأن أدخل ملكوت الرب يسوع المسيح. ثانيا تفضل. موضوع العابرين، يقول أنه أبو حمزة أو غيره يتصلوا على قناة الكرمة من أجل مبالغ مادية، لذلك اليوم قناة الأرامية على اطلاع مباشر، طبعا ما في تنسيق بيني وبينكم، هلا كانت مفاجأة لكم هذا الموضوع. أنا أتحدى أي إنسان أخذت منه لا درهما ولا دينارا، أنا لو معي مبالغ زيادة أستطيع أنا بعثت للقناة تبرع مني حتى تبقى
كرازتها ربنا وتبشيرها باسم يباركك، الرب يسوع المسيح. وأنا أشهد عن ده، ربنا يباركك. بالنسبة للأخوة المسيحيين في سوريا، أنا أحترمكم جدا، يعني اختلاف معاكم هو اختلاف رأي سياسي لا أكثر، أنت موالي لنظام بشار الأسد وأنا أقدر موقفك، لأنك الآن في موقف صعب جدا لا تحسد عليه، لا يوجد لديك خيار إلا هذا النظام، لذلك أنا أقدر ظروفك وأنا أصلي من أجلك، وأنا لي ظروفي وعلاقتي وفكري من الناحية السياسية والإيديولوجية أن صحيح. أخالف نظام الأسد من ناحية الإرهاب والإجرام، لذلك أنت تعشق اللون الأبيض وأنا أعشق اللون الأخضر، لكل منا رأي، ونبقى نتحد بجسد الرب يسوع المسيح، نبقى آمين. أخوة في الصليب. بشار الأسد ليس هو المسيح وليس قديس ولا علاقة لنا به، الحرب في سوريا هي حرب طائفية، مسلم مسلم، شيعي سني، لا علاقة لا مسيحي ولا غير ذلك، صحيح بسبب صحيح. ظروف سياسية صارت تداخلات الأخوة المسيحيين ودخلوا في هذا الصراع، لذلك لا صحيح أريد أدخل، فقط أقول لكم لا يفسد بيننا الخلاف السياسي، نحن نبقى أخوة في دم المسيح، نبقى أخوة في الصليب. صحيح، هذه مقدمتي. ربنا يباركك. كلمات رائعة وموقف رائع منك، ربنا يباركك. وأنا أشكرك جدا على إيضاح أمور كثيرة جدا، وأنا أقول إنه الإخوة اللي بيطلعوا مننا العابرين لا بياخدوا لا قرش ولا عشرة، الناس دي بتطلع عشان تشهد عن عمل المسيح، مفيش واحد بيطلع يقول أنا عندي اختبار فاديني كذا، لا، الكلام ده مش موجود نهائي، بل بالعكس هم لو لديهم قدرة هيساعدوا ويعطوا أكتر، فمفيش حد. الفكره اللي معششها في بعض البعض، في فكر البعض، ان الشخص العابر ممكن يبيع دينه او وطنه، يا جماعه احنا لا خونا بعنا وطننا ولا بعنا ديننا، لان ليس عند الله دين، هذه عباره خاطئه، لكن لدى الله طريق للخلاص، مستعدين ان نضحي بكل غالي وثمين بكل شيء. وكم من التضحيات اللي قدمها اخوات العابرين، وكم من الالام والعذابات اللي اجتازوا فيها لأجل إن هم بس يختاروا المسيح المخلص الشخصي والنصيب الصالح. شكرا أخ حسان، اتفضل. توقفنا في الحلقة اللي فاتت عند أسبابك لترك الإسلام، أنت ذكرت بعض الأسباب في القرآن، لو حابب تعمل مراجعة سريعة، وبعد كده كنت حابب إنك تتكلم عن بعض الأسباب من السنة اللي جعلتك تفكر في الأمور بشكل منطقي، ولقدتك إنك ترى إن الإسلام ليس دين من الله، اتفضل. طبعا في الحلقة الماضية ذكرت البعض من، طبعا هي نقطة من بحر من التناقضات في القرآن ما بين الناسخ والمنسوخ، آية تقول خذهم بالرحمة والعطف والحنان وما شابه ذلك، وآيات أخرى تقول نكل بهم واقتلهم وافعل بهم ما شئت، لذلك لا أريد إطالة الموضوع لأني تكلمت فيه سابقا حتى أستطيع سرد أكبر عدد من اختباري خروجي من الإسلام وأدخل في تجربتي مع السيد المسيح. تفضل. فننتقل من القرآن إلى السنة النبوية، أي السنة سنة محمد من الأقوال والأفعال، فكثير من المسلمين عندما نحصره في زاوية معينة يهرب من الحديث وينكر الأحاديث تماما ويذهب إلى القرآن، لذلك أحب أن أذكر للأخوة في كل مكان ما هو حكم من أنكر حديثا متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. أولا، قال الإمام النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن هما البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما فوائدا ومعارف ظاهرا وباطنا. وذكر العلماء حكم من يرد الحديث الصحيح الوارد في البخاري ومسلم: أولا، السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع، فقد كان الوحي ينزل على محمد بالسنة كما كان ينزل عليه الوحي في القرآن، ورب القرآن يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بصورة النجم. وقد أوجب رب القرآن على المؤمنين التسليم التام لكلام محمد، وأقسم بنفسه أن من سمع كلام محمد ثم رده ولم يقبل به أنه ليس من الإيمان في شيء، فقال رب القرآن: فلا وربك ليؤمنن حتى يحكموك في شجار بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورة النساء. لذلك
اتفق العلماء على أن من أنكر حاجية السنة بالشكل العام أو كذب حديث محمد وهو يعلم أنه كلامه فهو كافر، لم يحقق أدنى درجات الإسلام والاستسلام لله ورسوله. فكثير من الأحباء المسلمين ينكر الحديث كالقرآنيين، عندما تبدأ بمحاججته في السنة يقول لك أنا لا أعترف في السنة، وهذا يقع عليه الحكم لأنه نفى السنة تماما، وهو في جمهور العلماء فهو كافر وخالف نصوص القرآن التي أمرته باتباع سنة محمد التي هي المصدر التشريع الثاني بعد القرآن. وكثير من المسلمين غير القرآنيين أيضا يشكك بسند الحديث. طبعا هنا في علم الحديث له، ليس كل من أنكر حديث هو كافر بالمفهوم العام، لكن هناك تخصيصات وتسهيلات. ممكن يطعن في سند الحديث، ممكن يرى أن أحد الرواة غير صحيح، لذلك يجد الحجج عندما ينحصر في زاوية يتبرأ من الحديث بسبب أحد الرواة، وعندما يكون في سعة صدر يأخذ بالحديث ويأخذ به من فضائل الأعمال. وعلما أن الحديث المتفق عليه يؤخذ به من باب العقيدة، وليس هو حديث منقطع أو أحاديث أحادية، لا يؤخذ به إلا من باب فضول الأعمال. لذلك أنا أستغرب من المسلمين الذين ينكرون الأحاديث الصحيحة المتفق عليها عند جمهور العلماء، فهذا الكلام مردود عليهم، حتى لا يخرج لي مسلم عندما أناقشه بالحديث يقول لي لا أقنع في السنة، حتى يعلم هو موقفه من الإسلام ما هو. فنبدأ بأحد الأحاديث، طبعا الأحاديث المتناقضة التي تناقض القرآن وتناقض المفهوم الحياة البشرية. تفضل. ذكر في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري، قلت يا رسول الله أي المساجد وضع في الأرض أولا، أي مسجد أنشئ أولا؟ فقال المسجد الحرام، ومعروف أن المسجد الحرام أول من رفعه هو إبراهيم وإسماعيل. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وهنا هذا الحديث يوجد لديه مشاكل كثيرة، تفضل. ومعروف هناك أحاديث كثيرة أخرى يذكرها المؤرخون، وعامة المؤرخون يعلمون أنشأ المسجد الأقصى هو سليمان بن داود، والمدة الفاصلة بين إبراهيم وإسماعيل وبين سليمان 1000 سنة على الأقل. فكيف محمد يقول أن المدة 40 سنة وهذا الحديث صحيح متفق عليه في الصحيحان؟ فكيف محمد يتكلم بهذا الكلام وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى؟ الحديث الآخر، ده بس تعقيب صغير مني، مع ان يعني تاريخيا ويعني جميع الشواهد تثبت ان ابراهيم من الاساس لم يذهب الى هذه المنطقه، وان مكه بالاساس قد بنيت في سنه 300 او ما بعد سنه 300 ميلاديه. نتجاوز هذه النقطه، تفضل للحديث الثاني. تفضل اخ حسان. الحديث الثاني حديث المراه اليهوديه التي تحدث محمد عندما قدمت له السم في الشاة. في الشات. فقدمت له السم فأكل محمد وأكل القوم، فقال محمد ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية قال وما حملك على الذي صنعت؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت كاذبا أرحت منك الناس. طبعا هنا التحدي واضح من المرأة اليهودية، قالت له صريح العبارة أنك إن كنت نبيا لن تموت من هذا السم. ورب القرآن ماذا يقول في سورة المائدة في الآية 67؟ والله يعصمك من الناس، أي الله عاصمك من الناس عامة، إن كانوا من الاغتيالات أو السم أو غير ذلك. وهنا تحدي صريح من اليهودية لنبوءة محمد، إن كان رجل صادق وهو رسول الله إذا الله عاصمه من هذا السم. وكان محمد قبل وفاته كان يقول لعائشة في مرضها الذي مات فيه، في قال مرضه. ما زلت أجد تفضل. ألم تفضل. كان يقول لعائشة في مرضه الذي مات فيه ما زلت أجد ألم الطعام
الذي أكلته في خيبر، فوجدت ألما شديدا وانقطع إبهري، والإبهر هو العرق الذي في القلب ويسمى الوتين. وهناك آية في القرآن تقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهنا التحدي من رب القرآن لمحمد، ويبلغ كل العالم أن إذا محمد كذب عليه لقطعت منه الوتين، هو عرق القلب. وعند وفاته، عند سكرات الموت، أثبت أنه مات مقطوع الوتين. إذن هنا إثباتية أن محمد كان يكذب على الناس، لذلك انطبقت عليه هذه الآية: ومات من أثر السم مقطوع الوتين. وهذا الحديث صحيح متفق عليه، وإسناده صحيح ولا غبار عليه، وليس قابل لأي تأويل. وعامة المسلمين لا يرفضوا هذا الحديث، تقول له: هذا الحديث مخالف لنبوة محمد ومخالف للقرآن، ومع ذلك يصر على أن هذا الحديث صحيح. فهذه أحد التداخلات والتناقضات للمسلمين الذين يعمل في عقولهم ولا يأخذ الأمور من ناحية الإيمان والتسليم الكامل. هناك عقل أعطانا إياه الله حتى نقارن ما معنى الصح وما هو معنى الخطأ، وهناك القرآن والحديث. لما نجد القرآن متناقض مع الحديث، والحديث متناقض مع القرآن، والأحاديث متناقضة بينهم، هناك إذن إشكال يجب عليه التدقيق. فعندما تبدأ بسرد أحاديث محمد تكتشف أن هناك أمور كثيرة عبارة عن أوهام أو خزعبلات أو كذب لا نعرف ما مدى. والحديث الآخر حديث ابن عوف ابن مالك، أن محمد قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فواحدة في الجنة و71 في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. ورأي أهل العلم في هذا الحديث، نذكر سنده، قال السخاوي: رجاله موثوقون. وقال أحمد شاكر: سنده صحيح. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده جيد ورجاله ثقات. إذن هذا الحديث يظهر تناقض محمد وتناقض القرآن. القرآن يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في سورة المائدة الآية 3. وذكر محمد في حجة الوداع عندما قال: أتركت لكم الدين في هذا اليوم، بمعنى كالمحجة البيضاء. إذن كيف القرآن أكمل الرسالة ومحمد أدى أمانته بالشكل الصحيح ولا زيادة ولا نقصان في الدين، وهو في اللغة العربية ودستور واضح؟ إذن لماذا تفترق أمة محمد؟ هذا السؤال يوجه. لماذا محمد كان يرى أن أمته ستختلف، وعلما أن الحديث حديثه وسيرته واضحة، والقرآن صريح وواضح، والدين لا زيادة ولا نقصان بعد حجة الوداع؟ إذن لماذا تفترق الأمة وكل هذه الخلافات بين طوائف المسلمين والفرق والأحزاب والجماعات والتنظيمات، وكل واحد منهم اجتهد على حسب منظوره من القرآن ومن السنة وقال: أنا الفرقة الناجية التي ستدخل الجنة، وبنى على هذا الكلام أنه هو الطائفة الناجية، وخالف المسلمين الآخرين وكفرهم أو بدعهم أو ضللهم وفسقهم، واختلفت الأمة بالصراعات حتى صار الخلاف بينهم إلى حمل السيف وسفك الدماء بينهم بسبب هذا الحديث. لأن لو قال أن كل الفرق تدخل الجنة وفرقة واحدة تدخل النار، قد يكون قريب من العقل أن هناك فرقة شاذة لا بأس به، أما كل المسلمين شاذين وكلهم في النار وواحدة في الجنة، فهذا يكون هناك تعجيز للإنسان، أن هناك غموض في القرآن، غموض برسالة محمد، وأن رسالته إما هي غير صحيحة أو هناك لغز لا يعلمه إلا محمد والمقربين منه. هناك خلل كبير يجب التوقف عنه عنده والبحث فيه والتمحيص والتدقيق على ذلك. لذلك الأمة إلى هذا اليوم
تقاتل بعضها وتقاتل الأمم بناء على من كل واحد يقول أنه هو الفرقة الناجية التي ستدخل الجنة. والحديث الآخر في البخاري ومسلم عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير وعن عائشة، بمعنى الحديث أن الرسول سحر حتى يخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وأنه يأتي أهله وهو لم يأتيهن، وهذا أخطر أنواع السحر. كيف الله عاصمه من الناس وكيف محمد يسحر بصحيح البخاري ومسلم، ولا أحد يستطيع إنكار هذا الحديث أو سنده. إذا هذه الخربطة التي ذكرتها كلها وهذه التناقضات كانت عبارة يكشفها هذا الحديث الصحيح، أن محمد فعلا كان هو رجل مسحور وينطق عن أمور شيطانية. عندما الرجل يسحر هو يتسلط عليه أحد الشياطين ويسيره على حسب أهواء الجن والشياطين. لذلك أنا من خلال تجربتي بعلم القرآن والحديث اتخذت هذا الحديث أنه حقيقة هو الصحيح، وهو الدال العقلي على الخلافات والتناقضات بين القرآن وبين محمد، وأن محمد رجل كان مسحور، كما كان يقول القرآن يدافع عن محمد عندما كان الكفار والمشركين يقولوا وإنكم لتتبعون إلا رجلا مسحورا. فالله رب القرآن كان يدافع عن محمد، ومحمد وأصحابه يكذب القرآن، يقول نعم، بمعنى أن هذا أنهم الكفار على حق وأن محمد هو مسحور. فأنا أعجب من أمر المسلمين في سرد هذه الأحاديث والتمسك بها وعدم نفيها أو التخلي عنها، لأنها صحيحة لا يستطيع إنكارها، وهي أحد ثوابت الخلافات والتناقضات في الصحيح البخاري ومسلم. الحديث الآخر عن أنس بن مالك قال: سأل رجل الرسول متى الساعة؟ فنظر الرسول إلى غلام صغير منهم من قبيلة أزشنوءة، وهي قبيلة مشهورة، فقال محمد: إن عمر هذا لن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. طبعا كان في المجلس غلام صغير فذكره محمد فأشار إليه، قال: إن عمر هذا لن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، أي بمعنى الحديث أن هذا الطفل لن يكبر بالعمر ويموت حتى تقوم الساعة. وطبعا مات هذا الغلام وأتوا أولاده وذهبت أمم واختفت أمم وجاءت عصور جديدة ولم تقم الساعة. وعلما أن القرآن ينفي هذا الموضوع، القرآن يذكر أن الساعة لا أحد يعلمها، لا محمد ولا غير محمد. فكيف محمد حصر الساعة في عمر هذا الطفل؟ هذا الطفل كم يعيش؟ 60 70 سنة. وعلما أن محمد له تناقضات، ذكر عن دلائل الساعة أن هناك سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا، ثم الدلائل القيامة الكبرى، وعلما هذه الدلائل لم تظهر أيام محمد، فكيف تجاوز كل ما تكلم عنه وقفز القفز العليا وحصر قيام الساعة في عمر هذا الغلام، ومات الغلام وإلى الآن لم تقم الساعة. والحديث الآخر يروي الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: رسول الله إني لأرجو أن أدرك عيسى بن مريم، فإن عجل بي الموت فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. فإذا محمد هنا كان على يقين أنه لن يموت حتى يرى عيسى بن مريم بنزوله، ولكن غير متأكد أنه سيعيش أم لا يعيش حتى يراه، لكنه متأكد من الجماعة كانت جالسة معه، فقال لهم: فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. فإذا هنا الدليل القاطع على أن هؤلاء القوم الجالسين مع محمد سيروا عيسى بن مريم، وطبعا ذهبت هذه الجماعة وأفنت أمم وأتت أمم ولم ينزل عيسى بن مريم إلى هذه الساعة. والحديث ليس قابلا للتأويل ولا الالتفاف عليه، لا يمينا ولا يسارا، لأنه كان يقصد من أدركه منكم، إذن هو الخطاب للجماعة الجالسة معه في مجلسه. فأيضا هذا الحديث متمسكين به علماء المسلمين ولا ينفوه ولا يخرجوه من الصحاح، لأنه من الثوابت. فهذا أحد التناقضات، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما هذا الوحي الذي
كذب في عدة مرات، كذب بالغلام الصغير وكذب بنزول عيسى بن مريم. وذكر في حديث البخاري ومسلم، عندما طبعا هو الحديث عن هشام الزهري عن عائشة، بمعنى الحديث عندما فتر الوحي على محمد كان يصعد إلى رأس الجبل ويحاول الانتحار، فينزل إليه جبريل فيقول له: يا محمد إنك حقا رسول الله، يا محمد إنك، ثلاث مرات، حتى هدأ محمد وتوقف عن محاولة الانتحار. ومحاولة الانتحار هي من صفات الشخص الضعيف، الشخص الغير قادر على المجابهة، هو إنسان لا يمتلك شيء أبدا، فهي أدنى مقومات الحياة افتقدها، لذلك هو يحاول الانتحار. وهذه الصفة لا تجوز لرسول منزل من الله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وصاحب رسالة، دولة سياسية واجتماعية واقتصادية، ولها نفوذ ولها امتدادات ولها أمور كثيرة في التشريعات. كيف صاحب هذه الرسالة العظيمة يحاول الانتحار؟ يعني اليوم أي إنسان صاحب عقل لو كان مهما بلغ به من ضعف المادة، من ضعف الاقتصاد، من أمور عاطفية، من صدمات، لا يصل إلى مرحلة الانتحار، لأنه مؤمن بالله، أن الله هو من أجرى عليه. فكيف رسول الإسلام وهو يعني خاتم للأنبياء وهو أبو الوحي الذي ينزل عليه ويحاول الانتحار؟ فهذه بشكل مختصر. طبعا الآن أنا أجري في بحث، أنتظر بعض مجموعة من الكتب ستصلني من أحد الدول العربية، سأختص في علم الأحاديث والتناقضات بين القرآن وسنة محمد. لذلك أعتقد في جزء بسيط من تجربتي وخروجي من القرآن والتناقضات، وذكرت بعض الأحاديث النبوية، وبعد ذلك تابعت المسيرة من خلال بحثي في حياة الصحابة. عندما أيقنت أن القرآن والسنة هناك تناقضات وهناك شيء خطير في الموضوع، وصلت إلى نتيجة أنه كله غير صحيح. ومن ثم بدأت في مراجعة حياة الصحابة ابتداء من أبا بكر الصديق بعد وفاة محمد، ذكرناها في حلقة سابقة مع الشيخ مصطفى بالزبط، عن المشاكل التي حدثت بين الصحابة. فأول خلاف هو تعدي أبو بكر على الخلافة وأخذها اغتصابا، علما أبي طالب كان هو أحق منه في الخلافة، هو ابن عم الرسول وهو زوج بنته وهو أفقه الصحابة وأشجعهم، وكان هو يعتبر أن محمد مدينة العلم وعلي بابها. لذلك أبا بكر أخذ في العبيد ومن صغار القوم، وأخذ في شورتهم وترك عالية القوم وهو علي بن أبي طالب، وتجاوزه في الخلافة. ثم بعد ذلك تجاوزوه بعد وفاة أبو بكر الصديق، استلمها عمر بن الخطاب، أيضا كانت خلافة جبرية، حتى وصولها إلى عثمان بن عفان، وبدأت هنا الخلافات على عثمان بعد مشاكله في القرآن وجمعه وحرق نسخ المصاحف الأخرى، وبدأ في مشاكل، هناك نقاط استفهام حول أن القرآن قد تحرف في عند عثمان وجماعته، ومنهم من قال لا يتحرف، لكن هناك أخطاء كبيرة من عثمان، والذي مدحهم رب القرآن ومدحهم محمد، فضائل أعمال أبو بكر وخيراته وأبو بكر وعثمان ذو النورين وجامع القرآن، وكلهم كانوا أصحاب رسالة خاطئة، كانوا عبارة عن لصوص سلطة، تجار دماء، عبارة عن منظمة مافيا، كان أهدافهم فقط هي استغلال الدين المحمدي والوصول إلى السلطة. وطبعا بالأساس هم يعلموا الخطأ في القرآن ورسالة محمد. عندما أول يوم بدأ انتشار الإسلام، عمر بن الخطاب له مقولة مشهورة، قال إن الإسلام سينتشر فكونوا رؤوسا ولا تكونوا أذنابا. فدخل في من بداية الإسلام، وفعلا كان من خلال منزلته العشائرية ونفوذه الاقتصادي حصل على وأصبح من رؤوس القوم. وأضف إلى ذلك عائشة، لي وقفة طويلة مع عائشة لكن سأسرد بشكل سريع. عائشة تلقب بأنها أم المؤمنين، ولا يستطيع أحد التقرب والمساس بهيبة أم المؤمنين. وأم المؤمنين من سيرتها طبعا أنا ذكرت سابقا أنها كانت صاحبة فتنة بين النساء ومحمد، ومعروف الإنسان صاحب لديه صاحب فتنة
ولو كانت بسيطة. حتى في علم الحديث شخص لديه فتنة لا يضرب بكل سند الحديث بسبب هذا الراوي الحديث، يضعف الحديث أو لا يؤخذ به. فكيف كانت عائشة ذات الصفات الفتنة وكانت تفتنه بينه وبين نسائه، ويقول عنها أنها أم المؤمنين، وأثبتت فتنتها خلال خلافة عثمان بن عفان، كانت تحرض عليه الناس وتمشي في الأسواق وتحمل قميص محمد وتقول هذا لم يبلى وعثمان قد أبلى سنته، وتحرض عليه الناس. بعد وفاة عثمان أصبحت من أصحاب عثمان وترت بدمه للاغتيال مع علي بن أبي طالب، وهو حقد سابق على علي من خلال موقفه عندما اتهمت بحادثة الإفك بالزنا، وكان موقفه شديد جدا، وكان لا يعني غير مصدق عائشة، فنصح محمد أن يطلقها ويدعها للشرع، والشرع يقتص منها قد تصل إلى أن ثبت إليها إلى حد الزنا. فهي كانت حصانته أن زوجة محمد، فكان علي رأيه أن يزيل هذه الحصانة عنها، وقال له يا محمد دعها فإن النساء كثير. وأضف إلى ذلك قال يا محمد اسأل الجارية تصدقك. إذا كان علي بن أبي طالب يرى أن الجارية ذات المستوى الدنيء فضلها وصدقها على منزلة عائشة أم المؤمنين لأنه غير مصدق لها، فحملت في قلبها ما حملت حتى قتل عثمان وجهزت معركة الجمل. وطبعا ذكرت أنت أخي أندرو في بداية الحلقة أنه لا ممنوع أنه الإنسان يولي امرأة عليه، وهذه مخالفة للشريعة، ومع ذلك كبار الصحابة والفرسان والأهل البأس وكلوا امرأة عليهم وأوصلتهم إلى حتفهم. فدارت المعركة بينهم وذهب 10,000 قتيل من الطرفين بسبب سياسة أم المؤمنين عائشة. وسأعقب عليها في باب ذكري للخوارج خروجها على علي بن أبي طالب. وأيضا معركة علي بن أبي طالب مع معاوية ذهب هناك ضحايا 70,000 قتيل من الطرفين خلال 9 أيام فقط. يعني هناك خلل، كيف رب القرآن يزكيهم وكيف محمد يمدحهم وأجعلهم بمرتبة تقريبا القداسة المعنوية، ليست القداسة النصوصية لكن معنويا هم مقدسين، لا أستطيع حدا يتكلم عليهم لأنهم هم جزء من العقيدة بسبب مدح محمد لهم. فكيف هؤلاء القديسين ارتكبوا كل هذه الدماء بينهم واجتهدوا تحت اجتهد وأخطأ، ذهبت آلاف المسلمين قتلى أبرياء بين الطرفين، كل من يقول أنا الفرقة الناجية، وكل واحد مجتهد على حسب فهمه للقرآن والسنة. والقرآن والسنة الحقيقة كل شخص الآن أنا أستطيع أخذ ما أشاء وأستدل بها وأجعل لي مذهب جديد وأقدم كل الدلائل على أنني أنا الفرقة التي قال عنها محمد في الجنة، ومن خالفني فهو في النار. وأضف إلى ذلك قداسة الصحابة، الشيخ مصطفى راشد قال لا يوجد لديهم قداسة. يا حبيبي أن أحد معاوية، لا نذكر غيره، معاوية وهو إلى الآن عند أهل السنة يقول معاوية رضي الله عنه، علمنا السبب الوحيد الذي نختلف مع الشيعة فيه أن الشيعة يسبوا أم المؤمنين عائشة ويسبوا الصحابة، ونحن نكفرهم على هذا على سبهم للصحابة لأن القرآن يزكيهم ومحمد يزكيهم والشيعة تسبهم وتلعنهم، لا بأس بذلك. لكن لماذا معاوية خرج على علي بن أبي طالب وهو يعلم أن علي على حق، وجهز جيش كامل وقاتل وذهب بالضحية 70,000 قتيل، علما أن معاوية عندما أخذ السلطة من يد علي كانت كلها عن طريق المكيدة والحيل والألاعيب التي استخدمها، ولم يترك علي بحاله بل مارس كل أنواع التجسس والاستخبارات على علي حتى قتله، وهو أول رجل استخدم المخابرات واستخدم الاغتيالات في السم وغيره. ومعاوية جعل جزء من العقيدة للمسلمين في يوم الجمعة سب آل البيت لمدة 120 سنة، حتى جاء عمر بن عبد العزيز ومنع سب وشتم آل البيت على المنابر. يعني لو كان سب آل البيت في الشوارع أو في الآراء الخاصة لا بأس، لكن تجعل سبهم على المنابر في يوم الجمعة، إذا هو جعلته جزء من الطقوس الإسلامية أو جزء من العقيدة. ومعروف عند عامة أهل العلم
الذي يسب آل البيت فهو كافر بالإجماع، لأن رب القرآن زكاهم وقال إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله زكاهم في القرآن على أنهم مطهرين ومزكيين ولا غبار عليهم، ومحمد أوصى بآل بيته وأوصى بعلي في حجة الوداع، قال الله من أراد ألا أدلكم على شيء إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، قالوا بلى يا رسول الله، قال عليكم بكتابي وعترة آل بيتي من بعدي. وجاء معاوية ويسب آل البيت لمدة 120 سنة. إذا لماذا تكفر الشيعة الذين يشتمون الصحابة الذين هم أدنى من آل البيت، ومعاوية الذي سب آل البيت وخالف نصوص القرآن؟ تقول معاوية رضي الله عنه. إذا هناك كانت ألاعيب سلطوية في الدولة الأموية والدولة الفاطمية والعباسية والعثمانية، كلهم كان يخفي أحاديث كثيرة ضدهم ويبتكروا أحاديث جديدة ويخترعوها باسم محمد وغير محمد. لذلك هناك تناقضات تجمعها ما بين القرآن وبين السنة وبين سرد الصحابة العظماء، أنهم لا أجلاء، ورب القرآن مدحهم وهو أنه لا يعبد، ومحمد أيضا زكاهم ومدحهم وفضلهم على العالمين وكأنه لا يعلمهم. فتناقضات حقيقة كبيرة جدا. فأبدأ بتعقيبي على الفرق الإسلامية من ضمن الحديث الذي ذكرت، تنقسم الأمة إلى 73 فرقة. هناك فرق كثيرة جوهرية وأساسية في الإسلام. أول فرقة هي ظهرت فرقة الخوارج، ثم المعتزلة والجبرية والقدرية والمرجئة والكلابية والأشاعرة وغيرهم. واختلافهم ليس اختلاف فقهي على أمور بسيطة، إنما اختلافهم على العقيدة، على الذات الإلهي. منهم من قال الله في السماوات السبع على العرش استوى، ومنهم من قال الله في الأرض، ومنهم من نفى أسماء الله كافة، ومنهم من نفى الصفات، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال الله على العرش استوى، الاستواء أي استيلاء أي أخذه بالقهر والقوة، وخلافات جوهرية حول وجود الله. إلى الآن المسلمين لا يعلموا أين الله. وأنا أتحدى أي مسلم الآن يخرج من أي طائفة كانت أو أي فرقة يعطيني الدليل أين وجود الله. هناك أهل السلف قالوا أن الله فوق السماوات السبع على العرش استوى، طبعا هناك تناقضات، وهو حديث أحادي أخذوا به، علما أنه لا يؤخذ بالأحاديث الأحادية في بناء عليه العقيدة. فإذا قلنا أن الله في السماوات السبع على العرش استوى، وهناك حديث قدسي صريح يقول أن الله ينزل في الثلث الأخير إلى طبق الدنيا فينادي الناس هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه، وعلما أن نزول الله من السابع سماء إلى طبقة الدنيا إلى سماء الدنيا، وفي العلم الحديث يكتشف أن هناك في كل لحظة ثلث أخير يدور في حول الكرة الأرضية. إذا متى الله ينزل ومتى يصعد؟ فهناك بالضبط. تناقضات عقلية كثيرة حول مسألة وجود الله. فإذا كان هناك وقت ممكن أذكر بعض الأمور، لكن المنظومة التي أستند عليها من خلال مشايخ السلفية التي ربوني على هذه العقيدة طبعا هي المنظومة لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني. فجميع أهل السلف يوظبوا هذه المنظومة على حسب أهوائهم، من خلالها يذكر المعتزلة ويذكر الفرق على أنها ضالة، والسلفية الآن هم الفرقة الناجية التي ستدخل الجنة، وما تبقى من يدخل النار أو يدخل النار خالد مخلد كافر، ومنهم من قال يغمس في نار جهنم لسنوات لا نعلمها ويخرج بشفاعة محمد. فآخذ الجانب الذي أريده من المنظومة عن باب الخوارج، وهو أهم باب أود التكلم به، وقل إن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. فهذه الأبيات تعبر على فكر الخوارج وبيان حالهم الشنيع وعدم الأخذ برأيهم.
فاليوم صدعوا رأسنا الفضائيات والمشايخ، أنا أسميهم المؤمنين الليبراليين أو المؤمنين العلمانيين الجدد، يحاولوا تلميع صورة الإسلام بعد أحداث 11 أيلول، وأخرجت أمريكا نظام مكافحة الإرهاب، استنفرت كل الأنظمة العربية ووظبت كل علمائها، وأخرجوا مصطلح جديد هو مصطلح الخوارج حتى يبرئوا الإسلام من الأعمال الإرهابية. فزرعوا من خلال فضائياتهم وكتبهم ومجلداتهم ومحاضراتهم على أن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، لن أقول داعش لأن حقيقة هي الدولة الإسلامية التي تمثل المسلمين وتمثل رسالة محمد، على أنهم هم الخوارج ولا يمثلوا الإسلام. لذلك سأبين حال الخوارج ومن هم، وهل الآن في عصرنا يوجد خوارج؟ فالخوارج هي فرقة من فرق الإسلام ظهرت مبكرا في عهد الصحابة، وكان لها آراء أحدثت شرخا سياسيا في بناء الأمة الإسلامية. وقيل أنها ظهرت في معركة صفين بين جيش علي بن أبي طالب ومعاوية، وقيل قبل ظهرت أيام عثمان بن عفان عندما خرجوا عليه، والرواية الأخرى تقول أول من ابتكر هذه الفكرة في زمان محمد كان اسمه ذو الخويصرة التميمي، عندما كان محمد يوزع الغنائم على المسلمين الجدد من باب التقوية والتشجيع، فاعترض عليه خويصرة فقال يا محمد اعدل، فغضب محمد منه فقال ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا. فعندها بدأ محمد بالتشهير بهذا الشخص وقال يخرج من صلبه جماعات الخوارج، وذكر كثير تفاصيل، ولو كانوا على زماني لقتلتهم وأخذتهم كما أخذ قوم عاد وثمود. ومن خلال هذا الرجل ظهرت فيما بعد الفرقة الخوارج. فنأتي إلى صميم الموضوع، نرى عقيدة الخوارج الحقيقيين الذين كانوا في زمان الصحابة، ونقيس على عقيدتهم عقيدة أهل السنة من خلال تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة. إن وافق واحد من هذه الشروط على تنظيم القاعدة أو داعش، أنا أقر أنهم لا يمثلوا الإسلام. لذلك الناس المسلمين العوام أو غير المسلمين لا يدركوا من هم الخوارج، لذلك صدقوا الإعلام والفضائيات اللماعة. فأول يعني رأي من رأيهم الصحيح عقيدة الخوارج الخروج على الحكام إذا خالفوا منهاجهم وفهمهم للدين. طبعا هنا الخروج ليس صفة فقط للخوارج، إنما حتى فرقة المعتزلة يروا الخروج على الحكام إن كانوا وقع عليهم حكم التكفير أم فقط كانوا من الفساق. حتى إن كان الحاكم فاسق يجب على المسلمين الخروج عليه بالسيف وغير ذلك وإبداله بحاكم عادل. فصفة الخروج على الحكام طبعا هناك نستند عليها، كنا في تنظيم القاعدة أو الجماعات المسلحة كطالبان والدولة الإسلامية، ليس خروج بناء على الهوى إنما على نصوص شرعية. أول شرط كان هو نواقض الإسلام العشرة، هناك 10 نواقض في الإسلام الذي يخل بها فيخرج من ملة محمد. أول واحدة هو الشرك بالله، أن الإنسان يجعل مع الله شريك. ثانيا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، على حسب الأهل السنة والجماعة. ثم من اعتقد أن غير هدي محمد أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه، مثال الذي ينظر أن الديمقراطية هي الحل وأن الديمقراطية أفضل من الإسلام وتعطي الحرية والأمان أكثر، فهو الآن فضل نظام الديمقراطية أو أن القانون الوضعي الذي ابتكره الطواغيت البشر على نظام رب القرآن ومحمد، فهنا يكفر لأنه فضل هذا الفكر على كتابه وسنة نبيه. ثم من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به، يعني سنة من سنن محمد الثابتة فرضنا كالمسواك، أنا وضعت المسواك واستخدمته لكن لست على قناعة به وأكرهه لكن أستخدمه هكذا من باب السنة،
فهذا أيضا هو كفر. وأيضا من استهزأ بشيء من دين محمد في ثوابه أو عقابه. يعني اليوم محمد أو القرآن ذكر الجنة، فلما يذكر الجنة أنا أبدأ بالمزح والضحك، أستهزأ، أنا لا أريد الجنة، أو أريد أنا كذا من الجنة، فهذا من باب الاستهزاء. أو وعيده من باب الوعيد الذي حذرنا منه رب القرآن كالنار وأهوال يوم القيامة أو عذاب القبر، فأنا أبدأ بالاستهزاء وأقول لا معنى له، أنا لا أخاف، أو سأدخل عذاب جهنم، ممكن يكون في برد، أو راح نلعب لعب معينة داخل. فمن كلام الشباب هذا الذي يتكلموه، وهو حقيقة يخرجهم من الملة. وأيضا السحر، ومن الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به، أي ليس فقط الساحر الذي يقع عليه حد الكفر، بل من رضي به. يعني اليوم أنا أذهب إلى ساحر وأقول له اعمل لي عمل حتى فلانة تحبني، أو أفرق بين فلانة وفلانة، يعني آمنت أن هذا الساحر يستطيع أن يحل ويعقد بالمسألة. لذلك حتى علي أنا كمصدق كفرت بدين محمد. أيضا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، يعني اليوم أنا أستعين بالقوات الأمريكية على المسلمين، مثل ما عمل الشيخ ابن باز في السعودية في حرب 90، في حرب العراق عاصفة الصحراء مشهورة. أفتى ابن باز بدخول القوات الأمريكية وتمركزوا بالقواعد في أطهر أرض، هي أرض الحرمين، وجعلت هذه القواعد تضرب المسلمين في العراق. فعلى أي أساس ابن باز وآل سعود ظاهروا عاونوا المشركين على المسلمين؟ وهذا أحد من ضوابط خروجهم من الإسلام، إن كانوا علماء وكل من رضي بهم، وإن كانوا حكاما. فاليوم تجي أنت تقول لتنظيم قاعدة أو إنسان متمسك بدينه أن تقنعني أن آل سعود هم ولاة المسلمين كما يدعي علماءهم أنهم هم ولاة الأمر وراعي الحرمين وله رعاية في التوحيد وناشر على القنوات وينشر التوحيد، كيف تستطيع تقنعني وأنا ابن العقيدة أنكم استعنتم وظاهرتم الكفار على المسلمين في حرب العراق؟ كنتم تساعدون المجاهدين في الشيشان وفي كل مكان، لم تكونوا تقولوا عنا خوارج. لكن عندما وصل الحد أن نقاتل القوات الأمريكية في أفغانستان، منعتم الجهاد وأخرجتم مصطلح الخوارج. لماذا؟ لأن أسامة بن لادن انقلب عليهم وبدأ بالتحريض أهل السعودية أو أرض الحجاز على الانقلاب على آل سعود، وبدأ بضرب تفجيرات داخل المملكة. لذلك استنفرت السلاطين علماءهم ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، قالوا لا نستطيع هزم هذا الفكر إلا بالفكر. فقالوا أن أسامة بن لادن وكل من يحمل سلاح أو يخرج على القائد أو على الوالي فهو من الخوارج. فهو هذا طبعا كلام باطل، لأن بالضبط. أسامة بن لادن قام على نصوص شرعية بتكفيرهم وموالاتهم للكفار. ثم ننتقل بعد ذلك البند الآخر، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى، وقصة طويلة. وأيضا الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. طبعا هي أمور بسيطة تخفى عن الناس، لكن هي حقيقة تخرج الإنسان من الملة. فأنا عندما أتكلم في العقيدة وأبين للمسلمين هذه الضوابط، يقول لماذا أنت متشدد؟ لماذا أنت تكفيري؟ يا أخي هذا مو تكفيري، هذا دينك يا حبيبي، ليش أنت زعلان؟ هذا ربك ومحمدك عم يقول لك باتفاق أهل العلم هاي النواقض العشرة، تستهزئ بالدين أنت كافر. هون الإعراض عن دين الله أنه أنت لا تصلي ولا تعمل شيء، تعرض عن كل النصوص الشرعية، لا تتعلم، لا ترضى تتعلم الدين ولا تعمل فيه، فأنت إذا ليش مسلم؟ فهنا تخرج من الملة وتقع بحد الكفر، لأنك معرض عن الدين، لا تتعلم ولا تعمل به. فهذا يدل على حالك، دلال حالك الظاهري يدل على القلب. لو كان قلبك مطمئن في الإيمان لأخذت بدينك وبدأت بتعلمه والعمل به. لذلك أنت أخذ موقف سلبي، ماخذ سلبي من هذا الدين، إذا أنت في قلبك هناك كفر وعدم الإيمان به. يعني حسن أنا بس عايز أقول لحاجة، لو طبقت العشر نواقض اللي أنت بتذكرهم على المسلمين العامين اللي هم قاعدين في البيوت وعمالين يقولوا هؤلاء لا يمثلون الإسلام، هلاقي العشرة متطبقة عليهم هم، لكن هلاقي زي ما أنت بتقول أنه تابعي الخلافة في خلافة الدولة الإسلامية والقاعدة هم أكثر
تمسكا بالدين الاسلامي وحرصا على تطبيق نصوصه وسنه محمد اكتر من اللي هم عمالين يشاوروا عليه ويقول دول خوارج وهؤلاء لا يمثلون الاسلام. طبعا اخي اندرو انا راح اسرد، لكن انا وقفت على اول باب من عقيده الخوارج هي الخروج على الحكام، فذكرت نحن لماذا نخرج على الحكام؟ لانهم ظلام، ومنهم من نفى حكم الله وأبدله بالنظام الوضعي، النظام الديمقراطي، النظام الشيوعي، النظام الاشتراكي، آمن أن جمال عبد الناصر نظامه أفضل من نظام رب القرآن ومحمد. هذا كافر، يعني إن شاءوا وإن أبوا المسلمين مهما حاولوا التلميع، هذا دينك يا حبيبي لا تخاف منه ولا تخجل. هذا دينك عم يقول لك أن الحكم إلا لله، تحكم بالكتاب والسنة أنت حاكم عادل، لا تحكم بالكتاب والسنة أنت كافر، وجب عليك الخروج. اليوم أنا مسلم، أمرني رب القرآن ومحمد أن أقيم توحيد الحاكمية، هو توحيد الدولة الإسلامية وتحكيم شريعة رب القرآن ومحاكم شرعية. أنا لا أذهب إلى محاكم في سوريا تحكم بالقانون الوضعي الفرنسي وما شابه ذلك، أنا أريد كمسلم رسالتي في الأرض رسالة توحيد الله في الأرض وإقامة الدولة الإسلامية والمحاكم الشرعية، دون ذلك فهو كفر، وأنا بحاجة حقيقة للخروج عليك وإبدالك المسلمين بحاكم خيرا منك. بناء على كلامك ده يا حسان كأن عموم المسلمين الذي يتجاوز مليار وشوية مسلمين السنة كل أو معظمهم لا يفقهون عن الإسلام شيئا. طبعا هم تابع طبعاً للإسلام بالاسم. طبعا أخي أندرو لما نحن كنا نقيم الحدود في العراق يعني كان شخص يجي يكفر يسب الذات الإلهية يقول كذا وكذا بالله، فهذا الباب هو باب تكفير، أنت شتمت الذات الإلهي فلك حكم واحد هو القتل. حتى لو أعلنت التوبة أوكي أنت تبت منك إلى الله يعني هذا بينك وبين الله، لكن عليك القصاص لأنه رحمة لك في الحياة. وهناك رأي آخر كان من باب يعني التخفيف، قال يؤتى بالرجل فينظر إلى حاله، فأحد موانع التكفير هو الجهل أي عدم الدراية، هو مسلم جاهل فممكن نحن نسجنه. فأنا كنت أسجن الناس كثير في إدلب خلال المحاكم، كنت أرفض قتلهم مباشر، فأنا أقدم له كتاب أحمر هو نواقض الإسلام العشرة وبيان حاله إذا رجع وسب الذات الإلهي، فهو إنذار أول، إن عاد هذا المرة الثانية يقتل بدون أي توبة أو تعزية. فكان يعني ينصح ويبين أن هذا العمل كفر ويخرجك من الملة، نطلق سبيله بعد 40 يوم، إن عاد وأتت شكوى عليه أنه سب الله يقتل مباشر. فهذا رأيي، لكن هناك من يتمسك في النص الآخر هو قتله مباشر، لذلك هذا جائز وهذا جائز. أيضا لهم الصفة الثالثة من عقائدهم التبرؤ من الخليفتين الراشدين عثمان وعلي. عند ظهور الخوارج تبرؤوا من عثمان الخوارج وقتلوه وقطعوه ومثلوا بجثته في بيته، علما أنه هو خليفة المسلمين، يعني هو إمامهم، يعني هو خليفة الله في الأرض، هو خليفة محمد، كيف أمة تخرج على إمامها وتنكل وتفعل به ما فعلت من التنكيل في جثته؟ فاليوم تقيس هذا الحالة على تنظيم القاعدة أو طالبان أو تنظيم الدولة الإسلامية، هل هم يكفروا عثمان وعلي أو يكفروا الصحابة؟ لا، كل أمراءنا كانوا اسمه أبو عثمان وأبو بكر وأبو علي وأبو الحسين، بالعكس هم يتمسكوا بحياة الصحابة، هم يعضوا بالنواجذ بسنة محمد وسنة الصحابة من بعدهم ويلتزموا بما أمروا ونهوا، لأنهم أيضا هم باب تشريع وصى بهم محمد. لذلك لم أرى أي إنسان من هذه التنظيمات قال أني أكره عثمان أو أكره علي أو أكفرهم أو خلافتهم باطلة، على العكس تماما، هم من الذين يشجعوا فكرة أبو بكر وعلي وعثمان وغيره. فهذه الصفة اليوم غير موجودة في تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية أو طالبان أو أي حركة جهادية كانت، هذه كذب، هذه تنطلق على الفرقة القديمة التي خرجت على الصحابة. أما اليوم تقول داعش خوارج، يا حبيبي هذه الصفة غير موجودة بهم، تمام؟ أيضا تكفير صاحب الكبيرة، كانوا الخوارج زمانا كانوا يكفروا صاحب الكبيرة، يعني الكبائر، فرضنا الزنا، شخص زنا يقول أنه كافر خالد مخلد في نار جهنم، ممكن يعني بعد قتله
لا يدفن مع المسلمين، لا يصلوا عليه ولا يكفنوه ولا أبدا، لأنه كافر. لكن اليوم في تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية أو أي جماعة كانت، لا تكفر صاحب الكبيرة وتنتقد الخوارج في هذا الفكر، إنما يقول عليه حد من حدود الله. يعني أنت اليوم سرقت أو زنيت وعليك شهود وترتبت عليك الأدلة، واجب عليك شرعا وواجب علينا إقامة الحدود. يعني إحنا نجي اليوم نجلدك، وبعد مرحلة الجلد نجي يعني نبلش بمحاضنته وعناقه والمباركة له، ونقول له لا بأس عليك طهورا. لماذا؟ لأنه بهذا الجلد، بعد أن جلدته في هذا الجلد، انتفت عنه يوم القيامة رب القرآن لا يحاسبه على فعلته، إنما الجلد والعذاب الذي أكله في الدنيا هو كافي. الله يوم القيامة لا يحاسبه على حد الرجل، على حد الزنا، عقوبته في الدنيا أخذها. لذلك نحن نشجعه حتى يزيد إيمانه أن نأخذه بالأحضان ونبارك له ونقول له لا بأس طهورا، أي الله طهرك من الذنب، وأنت اليوم عملت عمل جيد وأتيت وقدمت نفسك لإقامة الحد وتبرئة نفسك من الذنب. فنحن لو كنا نكفره كنا قتلناه، ولا نقول له لا بأس طهورا ومبارك لك أن الله غفر لك. يعني عشان وقت الـ لان نفسنا نسمع بقى الخطوه التاليه. انت اثبتت بالدلائل ان تنظيم داعش او تنظيم الدوله الاسلاميه او القاعده او كل من على شاكلتهم، جميع الجماعات الاسلاميه، ليسوا بخوارج، لانهم لا يقع فيهم الشروط اللي انت قدمتها ليها، بل هم اكثر تمسكا، اكثر فهما صحيحا للدين الاسلامي. هم يسيرون على نهج القرآن وسنة محمد وخلاف وسنة الخلفاء الراشدين، راضيين بيهم مش بيكفروهم، راضيين بأحكامهم. إذن اللي بيتهموا هؤلاء لا يفقهون في الإسلام شيئا. اللي بيتهموا هؤلاء أكثرهم هم من انطبق عليهم ما انطبق على الخوارج في القديم. انتقلت إلى فين يا أخ حسان عشان يعني الوقت المتبقي نقدر نسمع عمل الرب في حياتك؟ وفي تليفونات معايا يعني عايز اخدها للبعض اللي حابب يبارك ليك او يكلم معاك، تفضل. اخي اندرو، طبعا هو راح اختصر، هو بحث طويل في حقيقه مذهب الخوارج القديم والمذهب الحقيقي، ولكن اذكر مساله بسيطه جدا، ان الخوارج في هذا الزمان موجودين. راح تتفاجئ العالم، الخوارج موجودين في دوله عمان، وهم يسموا بالفرقه الاباضيه. هؤلاء الخوارج الذين ذكرت صفاتهم ايام الصحابه. اذا الخوارج الحقيقيين في هذا الزمان هم موجودين في دولة عمان، وتسمى فرقة الأباضية. أما الفرق الجهادية لا علاقة لهم بالخوارج، بالخوارج المذكورين. هم تمثيل فعلي للإسلام. طبعا هم تمثيل حقيقي للإسلام، الجماعات الجهادية. والتمثيل الحقيقي لمذهب الخوارج هم موجودين في عمان، هم يسموا تحت اسم الفرقة الأباضية. وأدعو الناس جميعا للبحث في مسألة الخوارج حتى لا يلتمس عليهم كذب علماء المسلمين. أمين. لذلك بعد سرد سريع لهذا الأمور، طبعا هناك فرق كثيرة لا أود التكلم بها لضيق الوقت. تجربتي هنا، خرجت من الإسلام من خلال العلم والعقل، وأيقنت أن هذا الدين دين باطل، وهو دين شيطاني، هو من أثر تأثير السحر وجنون محمد، ونثبت ذلك في وقت آخر أكثر من ذلك وتفصيل. أنا كيف أتيت إلى الرب يسوع المسيح؟ الحقيقة هو من جاء بي ولست أنا. عندما ذكرت كنت في سجن صيدنايا، حكمت 7 سنوات. الحقيقة من خلال متابعتي للجماعات، وكنت أعطي دروس في الشريعة وغير ذلك، هناك كان لفتة بسيطة من الرب، لكن ما كنت أنا أستوعب ما هي الرسالة منها. كنت أرى دائما في منامي لمدة 7 سنوات، ولكني في مشكلة في الصوت. لو تقدر يا أخ حسام، في مشكلة في الصوت، لو تقدر تعيد الجزء اللي أنت قلته، كنت ترى في منامك إيه عشان يبقى الصوت واضح. عندما كنت في سجن صيدنايا وحكمت ب7 سنوات، كان الرب يتعامل معي من خلال
يعني رحمته بي، لكن أنا ما كنت أعلم ولا وليس لي دراية بما أرى. كان هناك منام يراودني وبقي معي 7 سنوات، كنت أرى نفسي دائما أنني في كنيسة أمام الصليب، ودائما هذا المنام كنت أراه، أو أحيانا أرى نفسي في مقبرة، في مقبرة للمسيحيين، وهناك تذبح ذبائح على القبور. فلفت نظري أثناء المنام عندما كانت تذبح الذبائح، كل شخص كان معي في السجن أراه في المنام يأكل من هذا اللحم يتم إطلاق سبيله من النظام في نفس هذا الأسبوع، يتم إطلاق سراحه. فأنا كنت كل ما أود أني أكل من هذا اللحم في المنام أفيق من النوم، وكان تأخيري له حكمة من الرب. وكل شخص كان يأكل من هذا اللحم الذي أراه في مقبرة المسيحيين يتم إخلاء سبيله ويفرج عليه ويخرج إلى أهله وأحبابه. فكان وجع في قلبي، تناقضات داخلية، لماذا المسلمين كلهم المجاهدين معي يروا أنهم في منامهم إما شهيد، أو يرى نفسه يصلي في الكعبة أو في المسجد الأقصى أو في مسجد محمد، إلا أنا 7 سنوات كنت أرى نفسي داخل كنيسة وأمام صليب. فكان هناك خيفة في نفسي، وبدأت أشك أنني على باطل، أو هناك نفاق داخلي في قلبي. وبشكل يومي أراجع نفسي عندما أريد النوم، هل أنا أعطي الدروس أو أتعلم من باب النفاق؟ هل لي مصلحة معهم؟ هل تناقضات كثيرة، لكن كنت أعلق المنام وأرميه بالحائط، لا أتكلم به ولا أستطيع التكلم به أمام أحد حتى لا يتم اتهامي في خلل في العقيدة، لأني أعلم ماذا سيفسر هذا الوضع. لذلك أخفيت هذا المنام لـ7 سنوات. كان فقط أحد أصدقائي المقربين، هو الآن موجود في تركيا يسمع كلامي. فكنت دائما أشعر داخلي أن هذا المكان سأخرج منه حي، كان لدي أمل أنني لن أموت، وكنت على ثقة. كل الحصار والدمار في السجن والقتل عن يميني ويساري، كان قلبي مطمئن لأنني أعلم هناك مرحلة غريبة ستكون في حياتي، موضوع غامض، لكن هناك في شيء لو مستقبلي راح يكون فيه راحة، وهذا الفكر أكيد راح يوم من الأيام أتخلى عنه. فكان هناك سؤال لنفسي، هل معقول يوم من الأيام أنني أترك الإسلام؟ أو لماذا سأترك الإسلام؟ هل لها علاقة رؤيتي في الكنيسة، أني أصلي في الكنيسة في المنام، لها علاقة في حياتي الحقيقية، أم هو منام من افتعال الشيطان حتى يزغزغ قلبي ويبعده عن الإيمان؟ فذكرت أخي أندرو أن مستحيل كنت على ثقة أنني لن أموت، كل الدمار والقتل، وهناك طابع روحي قوي جدا يشدني أنني لن أموت. كانت قذيفة الدبابة تدخل وتقتل عشرات أمامي، وكنت على ثقة وراحة نفسية أنني لن أموت. طبعا هناك خوف عندما تدخل القذيفة، هو الخوف الطبيعي، ولكن ليس إلى حالة الهلع والفزع كبقية العالم، إنما هو الخوف الطبيعي، لكن على دراية أنني لن أموت. فعندما خرجت من هذه المحنة، محنة السجن والحصار، ذكرت تم إخلاء سبيلي وتوجهت إلى تنظيم القاعدة في إدلب، وكنت يعني نافي هذا المنام وأتناساه دائما، لكن هو يراودني في كل حين كذاك، لماذا أنا كنت أرى هذا المنام. فبعد إخلاء التنظيم وإقامة الحدود العشوائية على الناس، كثرة الدم، عندما تنزل قذيفة نحن ننظر في الناظور وتنزل في على الجيش السوري، كنا نفرح عندما نرى الأشلاء تقطع والأيدي والأرجل، نشعر بلذة في القتل، نشعر في يعني حياة جدا سعيدة أنني أقتل الآخرين. فهناك كانت نزعات داخلية، تناقضات، فحد ما بلشت في سؤال. وبعد ذلك كان الرب يدبر لي خطة أن التنظيم ينقلب علي سبب مشكلتي ويضعوني في السجن حتى أشعر بالظلم الحقيقي منهم، وذهابي إلى تركيا. مرحلة ذهابي إلى تركيا ذكرت هي مرحلة لا علاقة لها بالمسيح، إنما هي مرحلة كان تمرد على الإسلام والتخلي عن الخوف من العذاب ومن أهواله، واستطعت بذلك التغلب على هذا الخوف من خلال ذهنيتي والعقل والسؤال العلماء والذاكرة حول تناقضات القرآن. تعززت الفكرة بخروجي من الإسلام، وعلى أنه أنا شخص الآن يعني إلحاد وجداني، أؤمن أن الله هناك موجود، لكن من هو الله لا أعلم. فكنت دائما أفكر أدخل إلى كنيسة في إسطنبول،
لكن حقيقة هناك خوف كبير، لأن كل جماعة المسلمين في إسطنبول كنت أنام وأكل وأشرب معهم. تنظيم داعش والقاعدة لهم مقرات بعلم المخابرات التركية في إسطنبول، ولهم عمليات اغتيالات كثيرة للسوريين المعارضين لهم في إسطنبول وبعلم المخابرات التركية. لذلك كنت على حذر شديد. وبنفس الوقت عندما أمر من داخل جنب الكنيسة، بناء الكنيسة يعني ما كان في جوات رحمة أو شيء يشدني لهذه الكنيسة، ما هي نفس اللي أنا أشوف في منامي. فما في رابط روحي أنه يدخلني على الكنيسة إلا من باب الفضول، أسأل من هو المسيح ومن هو الصليب، ما هو هو الصليب، في ما هو مشكلة الرسول. في الصوت بس يا حسان، أنا عايز بس يعني مش عارف هل يرجعوا يتصلوا تاني بالأخ حسان، لأن في مشكلة. إحنا وصلنا إلى أهم نقطة بيطلبها البعض، وفي يعني ناس بيكتبوا إن في مشكلة في الصوت، مش قادرين يستوضحوا بعض الكلام. ناس كتير حابة تسمع إيه اللي حصل روحيا في داخل حسان وانتقل من الظلم إلى النور، إلى إنه يفصلوا ويرجعوا يتصلوا تاني بالأخ حسان. معانا تليفون من فرح الرب، اتفضل. سلام المسيح. الو الو، سلام المسيح جميع، كيفك اخ اندرو؟ نشكر ربنا. لو الصوت يعلى شويه او يكون واضح، اتفضلي. اوكي، سلام المسيح اخ اندرو، اهلا كيفك؟ بيك، الرب يباركك. ومبروك سلام للاخ المسيح. حسان، الرب يباركه يا رب. اشكرك. في عندي مداخلات على الكلام اللي قالوه بخصوص الاحاديث باول الحلقه. هو قال انه اشار للفتى وقال إذا صار كهل هذا الفتى فسوف يعني يكون يوم الساعة. ونعرف إنه عيسى مع الله، أوكي، رفع حيا. فإذا كان يعني هذا الفتى يعني راح يكون وقت الساعة لما تيجي، وبيقول لأصحابه اللي قاعد معهم إنه إذا هاي بلغوه سلامي، أين هو محمد إذن إذا كان عيسى مع الله لما يجي؟ فسوف لن يكون في الجنة كما يعلم المسلمين أنه المسيح عيسى بن مريم رفع حيا إلى الله. أيضا نفس الحديث تاع الفتى ويصير كهل، قال لي عائشة، وهذا الحديث مدني، لن تقوم الساعة حتى يعبد اللات والعزة. أيضا في هناك شواهد أنه لازم اللات والعزة، لأنه هو كان مدة 13 سنة من السنة الخامسة للدعوة إلى السنة الخامسة للهجرة، 13 سنة وهو يتشفع بالغرانيق العلى. في شغلة كمان قالها عن إنه كيف يكون نبي وقد سحر وقد أراد أن ينتحر. هو أراد أن ينتحر لماذا؟ لأنه كان الكلام الموجه إليه أو التلمذة اللي كان هو يتلقاها كانت من ورقة بن نوفل، فوحيه هو ورقة بن نوفل، فلو كان من إلى حقيقي لما حزن وأراد الانتحار لأنه صحيح. ورقة مات. فهذا أيضا يدل على أنه كان هو متبع، وكان في السنوات الأربعة الأولى يريد أن يبشر أو يعلن النصرانية في مكة، لأنه في آية قرآنية بتقول قل فأتوا بكتاب من عند الله، الكتاب اللي هو الكتاب المقدس، هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أهدى منهما يعني الكتاب اللي فيه جزئين، التوراة والإنجيل، وابن كثير قال ذلك في تفسير لهذه الآية إن التوراة والإنجيل أهدى مزبوط. منهما أتبعه. إذن هو كان متبع، لم يكن منشئ دين. وبعد ذلك، بعد أن مات ورقة وفتر الوحي، عاد إلى الوثنية مرة أخرى لكن بإطار جديد. هو يريد أن يوحد الآلهة بإله واحد، والآية اللي بتقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بيقولوا بتفسير الآية إنه هو بيحكي بيقول له يا عماه أريدهم على كلمة، يعني هو يكون رئيسهم، تذل لهم بها العرب، فالعرب كلها تذل قريش وتؤدى إليهم بها الجزية العجم. إذن محمد ودعوته من الأساس اللي هي بعد وفاة ورقة، بعد أن عاد إلى الوثنية مرة أخرى، لأنه بنشوف إحنا كل القرآن المكي اللي كان بالفترة الأربع سنوات كلها تشهد للمسيح بقدراته كخالق وإله.
ثم بنشوف احنا انه هو قال عن القرآن، لا، في كمان عندما كان يموت قال ائتني بقرطاس وقلم لأخط لكم كتابا لن تضلوا من بعده. هو عايز يكتب كتاب لن تضلوا من بعده، أي ما هو بأيديهم من مصاحف وما هو محفوظ في الصدور هو فيه ضلالة المضل. من يضله الله فلا هادي لهم. فإذا هنا إحنا منشوف إنه الكتاب اللي عايز يخطه لن تضلوا بعده. فالكتاب الذي هو جمع وحرقت المصاحف ثم أعيد كتابتها في زمن عثمان، ما هي هذه المصاحف أو الكتاب الجديد كتاب عثمان إلا كتاب فيه الضلال. أيضا هو بيقول عن الكفر والشرك، الكفر والشرك فعلا موجود في القرآن. في الأحزاب 36 منشوف أنه محمد يشرك نفسه مع القضاء، قضاء الله لا يرد، والقضاء والقدر هو من صفات أو من قدرات الخالق يعني لوحده. فمنشوف وإن قضى الله أمرا، الله ورسوله، فالقضاء هنا لله ورسوله، الطاعة، العصيان، التسبيح، كل هذا شرك. فمحمد في قرآنه هو يدعو نفسه بالإله، وإن كان يعني واضح من هذا الكلام إلا أنه المسلم بيقول لك لا بس الله وحده. لماذا أنت لا تستطيع أن تقول أؤمن بالله وليس أشهد وتشهد الشهادتين بالله وبالرسول؟ سؤال مهم جدا. أنت لم ترى، لم ترى شيئا. ربنا يباركك وشكرا جدا، أضفتي معلومات قيمة، ربنا يباركك. نرجع مرة تانية لعل يكون الصوت والصورة واضحين للأخ حسان، نستكمل معه بعد كده نبقى ناخد تليفونات. أخ حسان موجود معنا دلوقتي؟ نعم أخي أندرو، صوتي طالع عندك؟ صوت كده أفضل، لأن الصوت في الأول كان صعب أوي. اتفضل. فأوكي، أنا وصلت إلى مرحلة ال إنك كنت في تركيا بتشوف المباني لكن مش ما فيش رابط روحي بتربطك بالمباني اللي هي الكنسية يعني. طبعا. وهو أيضا هو الخوف من جماعة ذكرت المسلمين من خلال وجود تنظيم الدولة أو جبهة النصرة، لهم مقرات علنية ويمارسوا اغتيالات وأمور بعلم المخابرات التركية. لذلك كنت أبتعد عن هذه الأمور حتى دبر الله لي في ليلة خلال ساعات، ما كنت أنا في بالي أن أذهب إلى ألمانيا أبدا أبدا. في لحظة اتصل علي أخي وأخبرني أنه يود السفر إلى ألمانيا بعد يومين وطلب مني الذهاب معه. وأنا جالس على طاولتي بنفس اللحظة، يعني انتهيت من المكالمة ثم لبست اللباس اللي سأسافر به حتى لم أخذ معي أي لباس آخر، فتوجهت إلى منطقة حدودية. ثم باليوم الثاني توجهت إلى اليونان، وطبعا هناك كان حوادث كثير، أشخاص يموتوا في البحر وغير ذلك، وكنت أكرر نفس العبارة أنني لن أموت. فكان كثير من الناس يستغرب، وأخي كيف أنت، هل تعلم الغيب؟ أقول له لا أعلم، لكن هناك شيء ينتظرني أمامي. فقدر الله أن البحر كان في حالة هدوء جدا عجيبة. عندما وصلت إلى الضفة الأخرى كان هناك أشخاص يحاول العبور، تم هناك خلل في سفينتهم وتم وفاة كثير، أكثر من 15 شخص. فعلمت أن الرب يحفني برحمة، لكن من هو الرب وما هي المخبأ لي لا أعلم. عندما خرجت من اليونان باتجاه ألمانيا دخلت إلى دولة النمسا. فلفت نظري في أحد الاستراحات على الطريق، كانت هناك كنيسة على طرف الجبل، فكان هناك شعور عجيب. هي الكنيسة من المنظر الخارجي تقريبا نفس الديكور الخارجي الذي كنت أراه في منامي. فعندها يعني أصابتني للوهلة الأولى وعلمت الآن أنني في طريق صحيح أمضي. فدخلت إلى ألمانيا إلى منطقة هانوفر، فهناك كان في قريب من السكن اللاجئين هناك كنيسة، كان يوم أحد، فكان هناك يعني تناقضات أنني أدخل لا أدخل، هل أدخل إلى مكان لا أعلمه، هل سيستقبلوني، وتناقضات من هذا الباب. فكان هناك قوة خارقة، فدخلت إلى الكنيسة فكان كلهم ألمان، لا أحد يستطيع التكلم بالعربي. فللوهلة الأولى رأيت الصليب هو تماما الذي كنت أراه في السبع سنوات،
فكان هناك وهلة عظيمة بالنسبة لي، فوقفت عاجز في أول 10 دقائق فقط أنظر إلى الصليب وإلى الديكور الداخلي للكنيسة، علما بعمري لم أدخل كنيسة ولا أعلم ما في يوجد في داخلها. الكنيسة وكيف يصلون. فبعد ذلك عزمت على أن أذهب إلى برلين، هناك عرب كثير وهناك كنائس عربية، سألت كثير من السوريين في هانوفر فقالوا أن هناك عرب كثير، فتوجهت إلى برلين وكان لدي كثير تساؤلات، كيف سألتقي في الكنائس العربية وأين أجدهم، ولا أستطيع التواصل معهم بسبب اللغة وبرلين كبيرة. لكن تقدير الرب، عندما نزلت في المحطة التي تصلني إلى برلين وجدت هناك تبشيريين تابعين لكنيسة الأخوة في برلين، فيوزعوا الكتاب المقدس العهد الجديد في اللغة العربية ويقدموا كرت فيه أرقام تليفونات القساوسة وموعد يوم الاجتماع. فعلمت أن الرب الآن أوصلني إلى النقطة الأخيرة، لم أتعذب بالسؤال ولم أعاني في البحث عن الكنائس، لكن نزلت كانوا كنيسة الأخوة في انتظاري أمام المحطة، فأخذت الكرت وبالفعل توجهت إلى الكنيسة يوم الاجتماع. وأول ما التقيت مع الأخ علاء يونان، طبعا هو من تابع بداية طريقي إلى يعني الرب بداية يسوع بدون المسيح. ذكر تفاصيل الأشخاص يا أخي حسين، تفضل. أوكي، فكان هذا الأخ، شرحت له من أنا وما أكون وأخبرته بمسيرتي وأود البحث عن يسوع المسيح من هو، فتعامل معي الأخ بكل صدر رحب وبقي معي في أول شهرين يشرح لي الكتاب المقدس من ناحية المحبة، من ناحية محبة الأعداء، من ناحية موعظة الجبل بشكل عام. فحقيقة كان هناك ذهول بالنسبة لي، لم أتوقع أن المسيح لهذه من الأخلاق، كنا نراهم صليبيين هم مبنيين على الحرب والحروب الصليبية وحروب أمريكا عن المسلمين، كنا نحمل كل هذه الحروب هو تعاليمهم من خلال الكتاب المقدس. لكن تفاجأت أن الكتاب المقدس لا علاقة له بالدم ولا له علاقة بالحروب، وهو يتعامل مع البشرية من ناحية الإنسانية والضمير ومحبة الآخرين والتعايش السلمي مع الجميع. فطبعا لم يعني ما سلمت مباشر، لم يكن هناك التسليم في الإيمان مباشر، حتى بدأت في قراءة الكتاب المقدس بشكل مفصل. وتابع مسيرتي أحد الأخوة أيضا، هو قوي في الكتاب المقدس والرب أعطاه حكمة عالية، فتعامل معي من حيث العقل، فكان لدي أسئلة كثيرة جدا حول الكتاب المقدس، فأشكل علي هو العهد القديم وبدأ يشرح لي ما معنى العهد القديم وما هو العهد الجديد وما هي رسالة الرب يسوع المسيح. وبقيت أجمع من الأسئلة وأقدمها وأخذ الأجوبة، منها من اقتنعت بها مباشر ومنه كان مؤجل ومعلق للبحث في جلسات أخرى حتى تمكن الإيمان من قلبي. ثم تعرفت على الأخوة الذين عمدوني، ويعني أنا أقدم لهم كل المحبة والشكر وأصلي لهم في الليل والنهار على محبتهم وسلامهم اللي أنا شعرت فيه. فتعاملوا معي كل الأشخاص في برلين على مبدأ المحبة، ولم يكن هناك أي ردة فعل من خلال ماضيي أثناء القتل والجماعات، ولكن شجعوني على متابعة وأن المسيح هو اليوم حياة جديدة، شرحوا لي أن الحياة الجديدة تحتاج إلى شروط كذا وكذا، وبدأت بالدراسة المكثفة للكتاب المقدس حتى آمنت بالرب يسوع المسيح هو مخلص لي في الدنيا والآخرة. لكن هنا لم أنا أكرر، لم أؤمن بالمسيح من خلال منام، إنما أنا هذا المنام في مرحلة الإلحاد، مرحلة ترك الإسلام، هذا المنام كان طابع محفز لي معنويا أن أسأل من هو المسيح، وأنا بطبيعتي كإنسان أعلم أن هناك الله، أنا بحاجة إلى رب، لا أستطيع أن أكون ملحد وضايع بدون سلام وبدون إيمان، لذلك أحتاج إلى رب حقيقي أؤمن به وأقتنع أنه هو الإله الحقيقي. لذلك كانت أول خطوة لي هي في المسيح، من خلال التقارب وذكر المسيح في القرآن كثير، شعرت أنه قريب للإسلام من خلال تذكاره في القرآن ذكره، ومن خلال المنام اللي كنت أراه وكان محفز روحي، محفز
من باب السؤال الاستفهام، لماذا كنت أرى نفسي في المنام أرى أنني أمام الصليب؟ لماذا هذه الكنيسة في النمسا أثارت فضولي وأنها نفس الكنيسة اللي كنت أراها؟ دخولي في كنيسة هوفر ورأيت الصليب هو نفسه، فكان لي علامات ومشجعات أنني أتابع البحث. فبعد تمكن ومحبة الكتاب المقدس وروح القدس في قلبي، شعرت طبعا هناك في حالات من الاطمئنان، المقارنة بين حياتي سابقا وبين اليوم، المقارنة بين القرآن والتعاليم وبين محبة المسيح، كيف كنا نتعامل مع البشر وكيف اليوم أستطيع أن أبني حياة جديدة، تناقضات، هل أستطيع فعلا أن أحب الآخرين؟ هل أستطيع أن أتعايش معهم وعلما أن من طفولتي متعلم على العداء والكره؟ فهناك كثير من التناقضات حتى روح القدس تمكنت في قلبي وبدأت مسيرتي مع الرب يسوع المسيح. ومن ثم خلال تواصلي مع بالاجتماعات، ومن ثم تم تعميدي بشكل خاص في نهر خارج برلين، وبعد ذلك شعرت حقيقة أنني مت مع المسيح وحييت حياة جديدة مع السيد نشكر يسوع الرب. المسيح. نشكر الرب، وأنا بشكر الرب لأجل صراحتك وصدقك ووضوحك يا أخ حسان، وما يميز عمل الرب فيك واختبارك أنه مبني على فكر، مبني على منطق، مبني على بحث، مبني على دراسة. مع احترامي لكل اللي تعامل معهم الرب، أو كما يقولون تعامل معهم الرب من خلال رؤى وأحلام كثيرة، لكن ما يميز اختبار أو عمل الرب في حياة أخويا حسان أنه مبني على منطق وفكر، ومبني على بحث ودراسة ومجهود من أخونا حسان، مجهود بحثي عشان يقدر يتخلع من الإسلام، مجهود بحثي وصدق مع نفسه عشان يقدر يتقابل مع محبة الرب. ونحن الآن نرى نعمة المسيح ظاهرة جدا وبوضوح شديد على حياة حسان. هستأذنك ناخد بعض التلفونات اللي طولت عليهم قوي قوي يعني، وبعتذر ليهم جدا. معانا تليفون من الأخ فادي، بعتذر ليك إن احنا طولنا وقت طويل، قدامنا وقت قصير، فأرجو إن يكون التليفونات موجزة ومختصرة. تفضل أخ فادي. الله يسعدك اخي، بس ما بعرفش اسمه. انا حابب اشارك له واقول له قديش احنا سعيدين فيه وفرحانين فيه، وقديش يسوع فرحان فيه. اذا بس يعرف انه البدايه لسه التجربه طويله، ولا وهو لازم نحن لا نعلم ماذا نفعل، كافي نحو كائننا الاسلام. أمين. بريء من المسلمين، بريئين من الاسلام، المسلمين دمنا ولحمنا ومستعدين الموت عشانهم. اشكرك المسلمين جدا. هم هيك تصير منا، لانه احنا مش معلمينهم، واحنا كل واجب على كل مسيحي انه هو انه يروح على يدق البيت الاخوه المسلم ويقول له عن يسوع، ويقول له عن انه محمد هي قصة أي شخص واحد ممكن، أي شخص ممكن ناجح بحياته أفضل من قصة محمد. هي قصة لا يرجع لها الإسلام من باب التعصب فقط، لا لا لا، هناك ما في أي إشي روحاني، ما في أي إشي يغذي الروح، يحسسك بسعادة وأمان وفرح، عطاء، ما في أي عطاء في الدين الإسلام. هي قصة، هو كان محمد على علم ودراية بالدين المسيحي، وكان هو كان وكان هدفه. أمين. من البداية هدفه إنه يعمل عصابة وتجوها العصابة. أشكرك يا أخ فادي، فكرتك وصلت، وبشكرك لأجل صلاتك وتشجيعك لأخونا حسان. شكرا جدا، لأن في قلوب كثيرة جدا تحمل المحبة وتصلي لأجل الأخ حسان، وتصلي لأجل تكملة المسير. مشوار بدأ مع أخويا حسان عدة أشهر مضت، لكن أثق أن هذا المشوار سيكمله الرب، لأن وعد الرب أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا هو يكمل. بعتذر لأخونا أبو أشور، وبعتذر لكل الخطوط اللي وقعت، إن كنا طولنا عليه تليفونه وقع. أخ حسان أرجع ليك مرة تانية، رسالتك اللي حابب توجهها ليك لإخواتك وأهلك اللي بيشوفوك دلوقتي، ربما البعض متضايق من طبيعة كلامك في حلقتين سابقتين والحلقة هذه، حابب تقول لهم ايه؟ تقول لأهلك ايه؟ تقول لإخواتك ايه؟ تقول لأصدقائك والناس اللي كانوا معاك في التنظيمات الجماعية اللي بيشوفوك، ولا متأكد ان كتير بيشوفك دلوقتي؟ اتفضل أخ حسان.
طبعا هي الموضوع اللي يعني بيخص اهلي عائلتي اسرتي من اللحم والدم، يعني هو صعب عليهم انه اليوم انا اكفر بالقران ورب القران يا محمد، يعني شيء ما بيتخيلوه ابدا، وما كانوا يتوقعوا انه انا اتبدل ونقله نوعيه من الاسلام الحقيقي الى المسيحيه، فهذا يعني ما عم يحسنوا يستوعبوه ولا حتى يحبوا انه يناقشوا فيه. فكان يعني في مشاكل كثير، لكن أنا أوجه لهم رسالة مختصرة، يعني فقط عليكم بقراءة الكتاب المقدس بعقل وحكمة، وادعوا وصلوا للرب، لا تتوجه لرب الإسلام ولا للمسيح، لكن توجه للرب، قل يا رب لا أعلم من أنت، لكن وجهني من هو الحق، وادرسوا الكتاب المقدس واقرأوه وافهموه، أنتم ستروا الفرق بين القرآن وبين المسيح. لذلك وكل أصدقائي في التنظيمات اللي كانوا في تركيا الآن يشاهدوني أو الذين لا يشاهدوني لكن سيعمم اسمي قريبا عليهم من خلال الروابط ستبعث إلى سوريا للتنظيم كقيادة، أدعوكم لترك الإسلام والرجوع إلى الرب المخلص، الرب الذي فدانا بدمه على الصليب، الرب الذي وعدنا بالملكوت ولم يعطينا حوريات وشياطين ودماء وما شابه ذلك، اقتل حتى تدخل الملكوت. الرب يسوع المسيح ليس بحاجة إلى أعمال، إنما هو بحاجة إلى قلوب، لا يريد أعمال ولا يريد صلاتكم ولا يريد منكم أي ذبح ولا أي شيء. الرب يسوع المسيح يريد فقط منك أن تكون إنسان، يريد منك أن تكون إنسان محب للآخرين، محب للبشرية. بعثك الله وخلقك في هذا الكون حتى نتعايش ونعمر هذه الحياة بالسلام والمحبة. رسالة المسيح في الكتاب المقدس واضحة، لا تدعو للعنف ولا تحمل المسيح وزر الأشخاص والسياسات والأنظمة التي تحارب باسم المسيح أو غير ذلك، ولا الحروب الصليبية ولا غيرها. الرب يسوع المسيح كتابه واضح، العهد الجديد كالنور، أنت فقط افتح قلبك للرب واقرأه بتأمل واصفن بينك وبين نفسك في آخر الليل، ستجد أن الرب سيتعامل معك بطريقة عجيبة لا تتصورها أبدا، أمين. لكن فقط ثق بأن الرب يسوع هو الذي فدانا بدمه على الصليب. أمين. فقط هذه رسالتك يا رسالتي. أخ حسان للمؤمنين اللي بيشوفوك دلوقتي والكنيسة، ولا سيما الكنيسة في ألمانيا وبرلين، رسالتك اليوم يا حابب تقول لهم إيه؟ طبعا رسالتي للكنيسة، يعني أنا أصلي للرب يعني أنه يزيد في إيمانهم وكرازتهم، يعني فقط أقدم نصيحة للبحث والقوة بشكل يعني أكثر من ناحية الكرازة، من ناحية تبشير المسلمين من خلال احتكاكهم مع الأمم، إلى جنوب أفريقيا، إلى من السند إلى الهند، حتى يصلوا رسالة المسيح لكل الأمم. لا نريد أحد في الأرض لا يعلم من هو المسيح، نريد كل العالم أن يعيش مع الرب يسوع المسيح وتصل كلمته ورسالته لهم. وأنصح الكنيسة في كل مكان من خلال تجربتي معهم الابتعاد عن التنافس والابتعاد عن الأرقام وجمع الأرقام في الكنائس، لا نريد أرقام، نريد أحباب للرب، كلنا أولاد الرب، كلنا متعايشين وكلنا نتحد بدم المسيح، الابتعاد عن المنافسات وغير ذلك، وأطلب منهم الوحدة، التوحد حتى يكونوا قوة ويكونوا أبناء الرب يسوع المسيح بالشكل الصحيح. طبعا هذه رسالة قد تزعج كثير من الأخوة، لكن أنا أتوجه من كل قلبي ولا أتكلم بقصد إشارة استفهام أو غير ذلك، لكن من حرقتي لم يصلني المسيحية وأنا في سوريا، لا أعرف من هو المسيح بسبب الخمول والخوف العام، وأنا لا ألومهم، لكن أطلب منهم الزيادة والتكثيف، حملات التبشير، بناء أخوة، حملات بعلم اللاهوت، التشجيع على علم الكتاب المقدس، دورات كثيرة، حلقات، اجتماعات مكثفة تكون خالصة للرب فقط. إما إن كانت لها غايات شخصية وجمع أرقام ستفشل أبدا، ولن يكون لكم دعوة فيها نور أو فيها انطلاق الفم أبدا. لذلك أنا أعيد كلامي، أطلب من الرب وأصلي للكنيسة أن تتوحد تحت الصليب، تحت دم الرب يسوع المسيح،
وينطلق إلى كل الأمم من قلوب صادقة، بعيد عن المنافسات، بعيد عن جمع الأرقام. لذلك نطلب المحبة الحقيقية، نلمسها ليس في الكلام والاجتماعات، إنما نريد أن نشعر بها بشكل صحيح. أمين. عندما يأتي مسلم إلى الكنيسة ويسمع كلام اعتيادي روتيني من خلال الأخ الخادم، أكيد لا يقع فيه النور، لأنه غير خارج من القلب. ومن خرج كلامه من قلبه سيصل إلى قلوب الآخرين، لأن الرب سيتمجد باسمه وبروح القدس ويجعل الفائدة لكل المستمعين، إن كانوا مسلمين أو حتى المسيحيين منهم، بحاجة إلى بناء روحي، بحاجة إلى حياة جديدة، ليس فقط الابتعاد عن الروتين والدراسة الاعتيادية أو الطقوس المعينة. نحن نود اللمس، لمس المحبة من الخدام، ونشعر بمحبة المسيح كفعل وليس كقول فقط. هذه رسالتي باختصار أخي أندرو. أنا بشكرك جدا أخي حسان، يعني وبشكرك لأجل أنك كنت معنا في ثلاث أجزاء. بنعمة الرب هكون معنا في أجزاء كتيرة جدا، نتكلم بشكل أكاديمي عن مواضيع إسلامية، في بعض كتير جدا اللي حابين يسمعوا منك ويستفادوا من المعرفة اللي لديك. أنا بشكرك جدا، بصلي لأجل حياتك الشخصية، بصلي لأجل خططك المستقبلية، بصلي لأجل كل حاجة أنت بتصلي لأجلها. قلوبنا مفتوحة لك أخ حسان، أنت أخ عزيز، عضو مهم جدا في جسد المسيح، يشرفنا أنك تكون أخ لينا. وأنا بصلي لأجل الأحباء المؤمنين المحيطين بيك، أن هم يكونوا سبب سندة ليك، وسبب قوة ومعونة، وسبب إرشاد ليك، وسبب يكونوا بيضيفوا لحياتك في نموك الروحي. مسؤولية كبيرة جدا 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 على الكنيسة، سواء في أوروبا أو في كل مكان، لما يجي أخ عابر زي الأخ حسان بكل الشجاعة والجرأة اللي جواه، لا يهاب الموت، لا يخشى الموت، يعني واثق في حياته، واثق في إيمانه، إن احنا ما نطفوهش، ما نحاولش نقف على بعض التصرفات ونقول أصل بيعمل، أصل. يا جماعة احنا مش بندوس على زرار بننزل قديسين من الحنفية، مش بفتح حنفية أنزل منها القديسين، ده موضوع كبير، موضوع بناء روحي، موضوع حياة. شخص لما بيبدأ مع الرب عامل زي طفل، والطفل ده محتاج إرشاد، ومحتاج حضن، ومحتاج لبن، ومحتاج أشخاص يتحملوه ويشيلوه ويقفوا معاه ويسندوه. بلاش نكون احنا متخيلين ان العابر مجرد انتقل من الاسلام للمسيحيه خلاص تاني يوم هلاقيه قديس، وتاني يوم هلاقيه بقى ماشي ينور لوحده. صحيح نور المسيح ملى حياته، لكن في طبيعه موجوده، وفي ثقافه موجوده، وفي حياه موجوده. مهمتنا ان احنا نحتوي، مهمتنا ان احنا نشجع، مهمتنا ان احنا نعلم، مهمتنا ان احنا نصلي، مهمتنا ان احنا ما نعلقش على كل حاجه، بمحبه نقول ان ده غلط، وما نحاولش نشتم، وما نحاولش نشمت، وما نحاولش نعاير، وما نحاولش ندين. نثق ان الرب اتى بشخص، ونثق ان الرب متكفل انه ينمي هذا الشخص. لكن كل ما علينا في دورنا ككنيسة ومؤمنين ان نصلي وان نمد يد المعونة. دع اترك ان العابرين يرون فيك محبة المسيح اكثر من اي كلام اخر. مسؤولية كبيرة، انا عارف الموضوع صعب، وبصلي ان ما يكونش في عابرين متعثرين، لا من خدام ولا من كنيسه، لكن تكون الكنيسه بيت حسده الذي يروا فيه الشفاء، ويروا فيه البركه، ويروا فيه الرحمه، ويكون المؤمنين بالفعل يرى فيهم يسوع بقوه عمليا وليس وعظيا فقط. احبائنا، بأناشدكم في اسم الرب يسوع المسيح ان تصلي لاجل الاخ حسان، صلي لأجل الأخ محمد المساوي اللي طلع معانا قبل كده، لأجل كل إخواتي العابرين، لأجل ماهر اللي فتح بيته. نصلي بقوة لأجل الأخت لونا وكل حروبات بيشنها إبليس على حياتها وعلى خدمتها. نصلي لأجل كل العابرين، دي مسؤولية كبيرة، وناشدكم في الرب أنك تساعدوهم، تساندوهم، تقدموا لهم يد المعونة، المحبة، تقفوا معهم، تتحملوا أخطائهم، تتحملوا ضعفاتهم كما يتحملنا الرب. أحباء مشاهدين، بشكركم على وعد في لقاء جديد يتجدد مع برنامج أنا مش كافر، والرب معكم. مش كافر، مش كافر، أنا مش كافر.
مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وما لوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر